انا كده يعني ايه اللايف المتين، والناس ان شاء الله تبدا تشتغل معانا كده وتبتدي على طول ان شاء الله. كويس انك فكرتني بحوار التليجرام ده، انا كنت هنسى اصلا اشارة التليجرام، يعني انت اللي فكرتني والله، كتر طيب خيرك كويس، جزاك الله خير. الله يبارك لك، الله يبارك. هو كده خلاص احنا لايف، احنا اوريدي خلاص كده. بسم الله الرحمن الرحيم. الناس حط لك اللف من اول ما تبدأ من غير اي حاجة. ماشي اوكي. طيب نبتدي، بسم الله الرحمن الرحيم. والشباب بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ازيك يا أحمد يا عربي، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي ما احنا متعودين إن شاء الله نبتدي في الأول خالص بواجب عزاء وتهنئة في نفس الوقت إن شاء الله. واجب عزاء إخواتنا في فلسطين وتحديدا في غزة، ربنا سبحانه وتعالى يصبرهم ويقويهم على ابتلائهم ويغفر لنا عاجزين إن شاء الله تجاههم. واجب تهنئة ليهم ان ربنا سبحانه وتعالى اختارهم يعني دوننا عن الدنيا كلها، فربنا يتقبل شهداءهم جميعا باذن الله. تاني لايف معانا في رمضان ان شاء الله في سبورة البرمجي، البرنامج اللي احنا بنقدمه كل سنه، بنحاول نستضيف فيه ناس ليها اكسبيرينس كبيره او خبره بشكل عام في التخصصات بتاعتها، نحاول نتناقش معاها وندردش شويه، واللايف بيكون مركز على الستوري اكتر من ان احنا نقعد نتكلم تكنيكال، يعني عاوزين نطلع بحاجات تستمر معاك طول ما انت في مجال السوفت وير بشكل عام او على حسب التخصص اللي تضيف يعني بشكل عام يعني. فاللايف ده لاي حد حاليا، لاي حد في مجال السوفت وير ان شاء الله تعرف من خلال الاسئله ومن خلال الخبره بتاعت عمر. الضيف معانا النهارده هو عمر احمد، انا مش حابب ان انا اتكلم عنه بشكل عام لان هو اللي هيعرفنا بنفسه، لكن مبدئيا عمر من الاشخاص اللي الواحد بيعزهم بيحترمهم جدا، وله في قلب الواحد مكان يعني بشكل عام بعيد بقى عن اي حاجه، واللي ما تزهقش ولا تمل من القعده معاه وانك تستفيد منه باي شكل من الاشكال يعني. فاهلا بك عمر، نورنا. اهلا بك عاوزك يا باشا حبيبي، تعرفنا بنفسك ان شاء الله، اتفضل. حبيبي يا مصطفى، انا مبسوط ان انا معاك النهارده، و يعني دايما ان شاء الله نطلع مع بعض كل رمضان، وربنا يعود علينا الايام بخير، وانا يعني على طول اي وقت ايرا سوفت يلا نطلع، وانا يعني بعتبر نفسي واحد فرد من المكان ده حتى لو انا مش بداخله يعني، بس انا بعتبر نفسي واحد منكم، وان شاء الله يبقى لايف خفيف كده لذيذ ندردش فيه مع الله بعض. يعزك و ويبارك فيك. يعني انا باختصار، انا اسمي عمر احمد محمد، انا عندي 29 سنه وشويه لسه، الحمد لله فاضل شهور على ال 30، شهرين كده لسه ما تمتش، فانا ما زلت في العشرينات، لسه في شهرين في العشرينات، وانا شغال موبايل تكنيك. المفروض لما تعدي الست شهور انت خلاص تنضب نفسك في الكبيره، انت مش عاوز تقول نفسك 30 ولا ايه؟ لسه في 29 الحمد لله. بس فانا شغال موبايل تك ليد، فلاتر واندرويد نيتيف، وعندي 7 8 سنين خبره كده، اشتغلت في اكتر من دومين وفي اكتر من ماركت، وعندي قناه يوتيوب كده صغيره بشرح عليها شويه كونسبتس وبس. ده جميل. القناة دي باختصار من يعني. أجمل القنوات، وعليها يعني توبكس، ناس توبكس جميلة جدا، من أهم التوبكس اللي أنا شارحها توبكس زي الأو بي بصراحة. يعني في ناس كتيرة جدا بتتفرج على البلاي ليست دي من ستاكس مختلفة، يعني سواء باك إند موبايل، ناس كتيرة، فربنا سبحانه وتعالى يزيدك من علم وينفع بيك إن شاء الله. طيب حبيبي علشان في سؤال عندي انا حابب ان انت تشاركهم على الناس، هو سؤال متعلق بفلسفه عمر في التعامل مع الحياه. احكي لك الموقف عشان الدنيا تبقى لذيذه وتحاول ونقدر نفهم بعض يعني عشان توضح الكلام ده للناس.
لما كان في كده في مره كنا عملنا بوت كامب او عملنا يعني زي تريننج خفيف عن الاو بي بدارت تحديدا، كنا قلنا هنتكلم في الديزاين باترنز والاو بي لو انت فاكر، والناس طلعت صباح الفل يعني بشكل عام. فانت عملت ساعتها الفورم عشان الناس تسجل، فانت في الفورم حطيت سؤال جميل، هو من يسكن البحر ويحبه الناس. تمام، عاوز اعرف ايه ورا فكره ان انت، احنا لو احنا نتكلم بشكل فورمال فهتيجي تقول والله يعني الاسم مش عارف ايه، انت رحت حطيت الخلفيه. ما انت اللي فكرتني، انت اللي فكرتني والله، انا كنت عايز اكمل من غيرها، انت اللي فكرتني فقلت خلاص بقى. لا يا باشا دوس. ف يعني فلسفه عمر في حاجه زي كده، او ليه بص حاجه زي كده موجوده وليه حطيت اقول لك حاجه، والله السؤال ده جميل وسؤال نستغل بيه الموضوع بطريقه جميله جدا. بص يا مصطفى، وانا اكلمك هتكلم عن ده بجديه، انا بجد ان المجال بتاعنا مجال ستريسد قوي، والمهندسين اللي فيه او الشباب اللي فيه ستريسد قوي، والمجال بتاعنا بيتطلب منك مجهود ذهني دائم ومذاكره دائمه، وبيتطلب منك، انا بحس الناس كلها متنشنه يعني، كل السوفت وير انجينيرز اللي انا اتعاملت معاهم على مدار 8 سنين باختلاف اعمارهم وجنسهم وجنسيتهم وديانتهم باختلاف كل حاجه، كلهم بيشتركوا في صفه واحده، كلهم مكشرين ومتنشنين. متنشنين يعني الديفولت فيس او الديفولت بيهيفير للديفلوبر هو قاعد شغال، هو بوكر فيس وقاعد متضايق. فانا بحاول نوعا ما ان انا بحاول اوصل للناس يا جماعه تعالوا نستمتع بالحياه حتى وهي وحشه، حتى وانت في مصر، حتى وكل الحاجات اللي انت عايز تستاهلي، حاول تستمتع بالحياه. فانا بحاول منزل فورم، منزل بوست، منزل حاجه، انزل صوره كده فاني شويه، انا احط سؤال كده ان بريك الايس مع الناس، بحاول حتى في الفيديوز بتاعتي على اليوتيوب ارمي افيه كده في نص الفيديو، اعرف الناس احنا مستمتعين، احنا مش جايين ناخد حقنا، مش جايين يعني مش بنعمل حاجه مجبرين عليها، انت مش مجبر ان انت تشتغل يعني. بص تكنيكالي هو احنا صايمين ومجبرين، بس يعني نستمتع واحنا مجبرين عشان بس هاف فن يعني، خد الموضوع كده ما تضغطش على نفسك، احنا في رحله، احنا في رحله، فخلينا بقى نتبسط بالرحله. جميل جدا، جميل قوي بالظبط. طيب ناخد اول نقطه، اول سؤال معانا، و بتبقى عارف اول سلمه في اي حاجه بتبقى صعبه جدا، صعبه قوي فعليا يعني، وممكن ناس كتيره جدا او خلينا نقول ان 90% من الناس بتقع من السلمه دي، او 80% مش هبالغ لو قلت 90% بتقع في السلمه دي، وهي سلمه اول شغل. لو تحكي لنا عن قصه اول شغل معاك، وجاء ازاي وجاء امتى اصلا، وعملت ايه عشان الشغل ده يجي لك. اول شغل كشغل في شركه يعني، كشغل في فول شركه تايم ولا اول مشروع فريلانس؟ لا خلينا نتكلم كشغل في شركه، لان هي دي الصعبه فعليا، فخلينا نتكلم في النقطه دي. بص انت زي ما انت عارف، يمكن برضه هاكد عشان الناس تبقى عارفه، انا عامل شيفت كارير يعني، انا مش خريج انجينيرنج او كمبيوتر ساينس، انا عامل شيفتنج، فكان شويه حته اول شغلانه دي بالنسبه لي صعبه، وهي تبقى صعبه ان جنرال يعني، حتى الطلبه خريجين كمبيوتر ساينس هي صعبه عليهم، فما بالك بقى صعب احنا واحد عامل شيفتنج اصلا، فالموضوع كان صعب شويه. ويمكن انا كان ما حصلش اي شيء مميز معايا يعني، بس هي الفتره دي مشكله، ان هي فتره احباط بقى يعني، فتره احباط وانت عليك مسؤوليات ومطالب ان انت تحقق حاجه، واهلك في البيت بقى مستنيين منك حاجات، وانت كمان يمكن يبقى في ستريس على الولد اكتر من البنت شويه، فالموضوع كان نفسيا صعب. بس انا كان في شركه كده كانت في اكتوبر، كانوا عايزين يعني، انا دخلت بعت لهم، كانوا هم بينزلوا بوستس وبتاع، مش عايز اذكر اسماء يعني، دخلت انا كلمتهم على الفيسبوك بيج، انا بنفسي اللي دخلت كلمتهم. القصه دي انا اول مره احكيها، ما حكيتهاش عندي على قناتي على اليوتيوب، يمكن ما حكيتهاش لاصحابي، القصه دي انا اول مره بابليكلي اقولها كده في اي حته. كلمت الشركه دي على الفيسبوك، انا بعت لهم مسج قلت لهم انا ساكن في الهرم قريب منكم، وانا خدوني معاكم اعمل اي حاجه كده بدون اي مبالغه، انا ممكن اجي الصبح بدري من بكره، اجي اقعد معاكم اشوفكم بتعملوا ايه، وحاجه على شاكله اللي انا بقوله ده، وانا عندي خبره في الجافا والاندرويد، وانا بعمل اندرويد ابلكيشنز، وعندي خبره في الفوتوشوب والديزايننج وفيجما واكس دي، انا بعمل حاجات كتير، ويعني خدوني وجربوني ومش عارف ايه وبتاع. انا اتفاجئت، والله عملت كده، انا اتفاجئت ان هم، كنت فتره احباط بقى، ببعت ايميلات ومحدش بيرد، كان سي في بتاعي مضحك جدا وحاجه كده صعبه يعني ان هي تتقال اصلا. لا قول، انا عاوز اقول، انا عاوزك تقول حته السي في دي، كنت بتكلم مع رامي حكم. رامي حكم كان عامل السي في 15 ميجا، فاهم؟ كان عامله على الفوتوشوب وصوره. صح الفل. انا عاوز القصص دي جميله يعني، قول عشان الشباب ما يحسش ان هو لوحده، فاهم؟ طب انا هموتك من الضحك. انا قول. انا كنت عامل سي في
ويشهد ربنا على اللي انا بقول ده. ممكن اشغل لك سكرين والسنت السنت بوكس في الجيميل عندي موجود، والله افتح لك دلوقتي واموتك من الضحك. كنت بصحى من النوم عندي تارجت، ايه هو التارجت؟ افتح لينكد ان جوبس وافتح وظف وافتح كل جوجل جوبس وكل الحاجات دي. اي شركه طالبه اندرويد حتى لو تكليت خبره 10 سنين، انا ما عنديش خبره، بقدم اي حاجه فيها اندرويد ابلاي ايزي ابلاي، تبعت ميل ما تبعتش ميل، انا استنى بقى انا جاي لك انا جاي. فالمهم ما حدش بيرد عليا، ما حدش بيرد عليا خالص. طب يا جدعان حتى ايه؟ طب عبروني، طب حتى ارفضوني، طب اشتموني، طب يعني يا حد يعمل لي بلوك، طب يعني انا عايز احس ان انا في نت تايب، يعني الجيميل بتاعي شغال بيبعت. فالمهم ايه؟ قلت اكيد في حاجه غلط، ما انا مش بالسوق ده، يعني حتى ادخل انترفيو اترفض ما فيش. رحت اعمل ايه بقى؟ قعدت ابعت ابعت ابعت، انا ديلي والله العظيم يا مصطفى والله ديلي كنت ببعت 20 30 40 سي في كل يوم لشركات. بص بيرس جوجل والله العظيم بعت لجوجل وبعت لمايكروسوفت اقسم بالله ما خليت. فالمهم جيت ببص في السي في اللي انا ببعته، طلع السي في انا كنت عامله على فوتوشوب، لان انا كنت شغال اصلا فوتوشوب والاستريتور بتاع في الجامعه مش عارف. جيت بدخل على السي في من السنت بوكس، لقيت ان انا السي في لما بتعمله داونلود بينزل البيانات ملخبطه والرقم ممسوح والميل مش باين. والله اقسم بالله ده اكتشفته بعد قد ايه بقى؟ بعد اسبوع ببعت يوميا 50، يعني انا مثلا في 400 شركه 400 اتش ار جالهم سي في مات من الضحك على الصوره وعلى السي في وعلى المعلومات الغلط وعلى الرقم الممسوح، لدرجه ان اشفق ان اصلا يرد عليا والله العظيم زي ما بقول. فيعني كانت حاجه اقسم بالله مضحكه ضحك. يعني انا بدايتي انا لو بصنفها هي من أسوأ بدايات اي حد انا شفتها في حياتي. يعني اي انسان بيجي لي يسالني على السي في بتاعه ياخد نصيحه مني حد من الناس اللي حواليا، انا بجد ان أسوأ بدايه هي بدايتي، ودي حاجه مش حلوه. يعني دي حاجه لو انا بدايتي كانت احسن كان يعني. لا بص والله كل واحد له بصمته، انا عاوز بس اوجه الكلام ده للناس اللي بتتفرج، انت اكيد حالك احسن من عمر، احسن مني تمام، اكيد ايه حالك ليه يا عم احسن في يعني، ايه؟ ليه يا عم يعني ليه في اكيد؟ بدايه في بدايه لا لا هو يبعت السي في وليه البدايه حد بيقول له اعمل 1 2 3 4 5 6 7 8 يعني. انا ماليش حد يقول لي ده والله يا مصطفى، والله ما كان في حد بيقول. البرمجه على ايامي في 2017 لما كنت بتعلم البرمجه كانت مين؟ قناه الزيرو ويب سكول، في اي قنوات تانيه؟ لا عربيه ما فيش، او قناه عبد الله عيد ولا اسمه مش عارف ايه بتاع الجافا بالعربي، كائن عبد الله ومتغير و عبد كائن الله عيد، ومتغير عبد الله عيد ومصفوفه او ومصفوفه و بالعربي المصطلحات بالعربي. وكان في ما قناه، خبطتش في شويه هنود ولا ايه؟ لا وخبطت في قناه بغداد الجديده بتاعت حسين الربيع نيو العراقي، بغداد. نيو بغداد خبطت فيها طالع ده انا جايبها من تحت فاهم. وانا متابع على فكره في واحد على اليوتيوب بتاع اندرويد اسمه كودينج وزميتش، انا متابعه ايام ما كان عنده 100 سبسكرايبر، ايام ما كان لسه بيقول ده، دلوقتي ما شاء الله داخل على نص مليون، انا متابعه من قبل ما يطلع كودينج وزميتش ده. بس انا جميل. سبته ونطيت على فلاتر بقى، سبته يكمل هو في النيتف ورحت نط انا على فلاتر لقيتها مش طب نكمل. طيب اول بس. شغل بقى عملت ايه؟ فالمهم اول شغل يا صديقي ايه اللي حصل؟ فكلمت الشركه دي قلت لهم يا جماعه خدوني معاكم، والله يعني رساله كده عبثيه تحمل المعنى ده. يعني لقيته ردوا عليا وانا اتفاجئت بسرعه، ردوا عليا ما فيش بعدها نفس اليوم بعدها بساعه ولا حاجه، قال لي تنورنا يا عمر بكره عنواننا في كذا 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 وده رقم تليفون لو جيت تتصل عليه وتعالى بدري ومش عارف. المهم رحت والله بجد لقيت شركه كويسه جدا، شركه كانت قدام مول العرب. وانا يعني ده كان مش بعيد عليا، كان نص ساعه تقريبا وانا كنت في الهرم. ولقيت شركه بقى فيها مين باجز بقى، وتدخل بقى تعمل قهوه لنفسك وجايبين بقى اجهزه وبتاع. شركه كانت مش تحت السلم، انا رحت فوجئت ان هي شركه يعني ميد ليفل كده. يعني مثلا فيها مثلا بتاع 15 ديفلوبر بديزاينر بتاع شركه شغاله يعني. وقلت لهم انا شغال اندرويد يا جماعه وانا فعلا فاهم جافا وفاهم وبتاع وخلصت 1 مليون عرب كودر وذاكرت كورس في المركز الثقافي الروسي وخدت كورسات اونلاين يعني واقف على ستيب واحد عمل مشاريع مش واحد لسه ابيض يعني. فالمهم قالوا لي ايه؟ قالوا لي انت قلت لنا ان انت بتفهم في الديزاين، احنا عندنا ازمه في الديزاينرز فعايزين نسوقك في الديزاين. فانا اتضايقت بصراحه، انا مش عايز ابقى ديزاينر بس كنت مجبر. فقعدوني جنب بنت كده مش هنسى الموقف ده والله، البنت دي كانت شغاله على برنامج ادوبي اكس دي بتعمل ديزاينات، فانا قاعد جنبها عمال اقول لها علميني طب فهميني انا بعرف اشتغل قولي بس تعملي وانا اساعدك، قالت لي لا لا اقعد اقعد خليك قاعد بس وخلاص. فبعد شويه كده لقيت حد جه بيقول لي هي انت البنت دي مالها؟ قلت له مش عايزه تقول لي حاجه ولا تخليني اشتغل معاها. قال لي هي فاكره ان جايبينك انت عشان تمشيها فهي مش عايزه تقول لك حاجه. بكاسه من اول بكاسه من اول يوم، يعني البكاسه دي وقعت فيها في المجال من اول يوم، اول يوم بكاسه في البرمجه. قلت له يا عم والله العظيم انا لا عايز ديزاين ولا عايز اقعد معاها ولا حاجه، انا عايز اصلا اشتغل اندرويد. ساعتها اتعرفت عليه كان اسمه كان تيستر، ده صديقي برضو كان تيستر اسمه ماجد، انا هو اصحاب لحد دلوقتي.
قال لي بس اقعد جميل. كده وشوف الدنيا ومش عارف ايه. لا المهم انت مش قعدت معاهم هتقدر يوم كده. تنساه ده ابدا، مش لا هتنساه ده. ما انساش بصراحه، لا مش هنسى. المهم قعدت شويه ولقيت ان هي ما فيش منهم رجع يعني في الاندرويد. فيا جماعه طب ايه؟ قالوا لي لا احنا لو كده بقى احنا ايه ندخلك معانا ديزاينر. فانا بصراحه ما رفضت يعني. كان زماني دلوقتي عمر احمد سينيور يو اي يو اكس ديزاينر وعامل شعري وفاهم واه بس. زي فرفضت احمد مجدي وجا كده. اه زي ما جدي بالظبط لسه ما امبارح. فكان قرار صعب عليا بصراحه ان انا ارفض ورفضت. والميزه بقى في ايه يا مصطفى؟ دي بقى اللقطه اللي انا بقى ايه هجيبها لك بقى، شوف بقى الاقدار. انا سبت الشركه وما اشتغلتش معاهم، قعدت معاهم يومين ثلاثه، ما كملتش اسبوع، قعدت معاهم يومين ثلاثه بس. انا عملت كونتاكتس جوه، عرفت تيستر، خدت رقمه وبقينا اصحاب، عرفت سينيور اندرويد ديفلوبر انا وهو اصدقاء لحد الان. وهو بعد ما سبت الشركه كان هو المنتور بتاعي وهو اللي ساعدني اتخطى حاجات كتير قوي، وهو اللي شرح لي ام بي في ام لاول مره في حياتي، وهو اللي خد بايدي وكان المنتور بتاعي شريف محمد. وانا لحد دلوقتي انا وهو اصدقاء، مع انه اصغر مني سنا، هو اصغر مني بسنه، خريج هندسه عين شمس، وانا اكبر منه بسنه، وكان هو المنتور بتاعي وما زلت لحد الان بتعلم منه. واحد من اشطر الناس اللي انا شفتها في الحياه في البرمجه. انا ما شفتش واحد بدون اي مبالغه سوفت وير انجينير شاطر زي الشخص ده. هو عنده 29 سنه، انا ما شفتش فعلا بدون مبالغه، ما شاء الله عليه، عبقري يعني. نادر كتير، واتعرفت نادر على نادر. واتعرفت على اندرويد تيك ليد، كانت بنت بسامي يعني، سيده يعني كبيره مش فاكر اسمها ايه، اسمها رندا تقريبا. هي كانت شغاله في اكتر من شركه، ودلوقتي هي تيك ليد في جوجل او حاجه كده تقيله جدا جدا، متابعها على لينكد ان. فالعلاقات دي بقى، لما سبت الشركه دي يا مصطفى جالي مشروع فريلانسنج كبير قوي مع كلاينت سعودي تقيل قوي بفلوس كتير قوي، وانا ما كنتش اعرف حد. جالي كده يعني علاقه عن طريق حد جالي، والكلاينت ده عايز يمسكني انا الشغل وواثق فيا وحاسس ان انا طيب وغلبان وبتاع، فانا معيش حد يشيل معايا المشروع. فالعلاقه اللي كونتها في الشركه، خدت بقى الرجاله دي هي اللي ظبطوا معايا المشروع. وعلى فكره خدنا بادجت تقيل قوي في المشروع ده، انا ممكن اقول عادي ارقام، خدنا رقم كبير قوي في 2018. 2018 خدنا رقم كبير قوي قوي وقتها، انا ما كنتش متخيل ان انا اشوف الرقم ده. الرقم ده انت بتشوفه في افلام عادل امام وهو بيعد الفلوس على على البتاع على السرير، انا المبلغ ده انا بشوفه في ربنا التلفزيون يزيدك ان شاء الله. بكال فاهم. فكان كنت انا متفاجئ ان ايه اللي بيحصل ده. كل ده انا ما نزلتش في شركه، خد بالك انا كل ده بجيب لك تتابع الاحداث، انا ما نزلتش في شركه لحد دلوقتي. انت كل ده بتحكي السعي، سعيك مش اكتر. بحكي لك انها كلها احمد عرابي بيقول لي كام الرقم عادي. انا ممكن اقول كنا ساعتها عاملين ديل ب 9800، عملنا ديل ب 9800 في 2018. طبعا واحد هيقول لي مصري ولا دولار، انا مش هجاوب عليه، مش هرد على السؤال ده، كان ده سؤال اغبى من انا ارد عليه. فهو كان الديل ب 9800 وخدنا منه ديبوزيت، وكان الموضوع مخيف. انا ايه الرقم ده؟ انا مش مستوعب يعني، انا ايه اخد من الراجل مثلا 2000 دولار اخدهم اروح بيهم؟ انا فعلا مش مستوعب، لان انا واحد معيش فلوس ومخلص جيش ومعيش اي حاجه يعني. انت فاهم اللي انا بقوله؟ يعني إيه انت تعمل حاجه زي كده؟ انا مش بجد، انا ببروسس ايه اللي بيحصل. الدنيا مشيت وعملنا البروجكت وقومناه وما قصرناش مع الراجل وعملنا له باك اند وكنت انا اللي شغال بقى بروجكت مانجر، يعني انا واحد خبره زيرو في الشركه. ركز بقى معايا، ما اشتغلت في شركه قبل كده، كنت انا اللي باخد الريكويرمنتس من العميل وشغال كبروجكت مانجر، وكنت انا شغال في تيم الاندرويد بعمل اندرويد، وكنت بليد مع تيم الاي او اس ومع تيم الباك اند ومع تيم الفرونت اند، كنت انا يعني اللي انا اللي في الصوره يعني. جميل جدا. بس فالمهم بقى عشان ادخل لك في حته اول شغل دي امتى، ف وقعت في بوست بقى كده، حد كان طالبين اندرويد ديفلوبر، كان على الفيسبوك ساعتها، كان اعلان على الفيسبوك في 2018 برضو. في 2018 رحت مقدم، رحت لقيتها شركه في الشيخ زايد في كابيتال بيزنس بارك، واخد بالك؟ وكانت دي من انضف واحسن الشركات انا اشتغلت فيهم في حياتي، اللي هي اول شركه، انضف واحلى شركه اشتغلت فيها في حياتي. اول شركه اشتغلت فيها كان اسمها شركه اسيل، شركه سعوديه، و يمكن حصل قصه فيها انا حابب احكيها برضو وتدي تفاؤل للناس. وانا في الانترفيو كنت قاعد مع اتنين اتش ار ستات، وانا كنت متوتر جدا اول انترفيو اعمله في حياتي اوف لاين، واتنين ستات كبار اتش ار مثلا معديين ال 40 كبار، مش بنات صغيرين يعني. فبيتكلموا معايا فانا متوتر قوي، بقول لهم الانترفيو ده تكنيكال ولا مش تكنيكال؟ لا هي بتسالني مش عارف اتعملت بروجكت ايه قبل كده او حاجه زي كده، فابتديت انا اشرح واقول تفاصيل وريل تايم ومش عارف ايه. فالمهم حسيت ان هم مش فاهمين، فانا توترت جدا، قلت لها طب هو يعني اكمل كلام تكنيكال ولا انتوا مش فاهميني ولا ايه؟ فقالت لي لا خد راحتك عادي، بس احنا مش تكنيكال، احنا بس حابين نسمعك. وحسيت ان هم سام هاو عطفوا عليا، والله العظيم مش بهزر يعني، انا شفت في عينيهم نظره مش شفقه، عطف، اللي هو ايه انت كويس وبتحاول واحنا هنساعدك يعني، كمل هنسمعك، فاهم؟ والله العظيم. فاللقطه طبعا اللي انا عايز احكيها للناس ايه اللي تدي ده دافع للناس يعني، او اللقطه البوزيتيف اللي انا بحمد ربنا عليها، ان انا لا املك منها شيء، ولا هي راجعه الخبره مني ولا العلم عندي ولا ان انا جامد ولا اي حاجه، راجعه فقط لربنا وحده سبحانه وتعالى. ان انا
ونعمل قالوا لي الاكسبكتد سالري، الاكسبكتد سالري بتاعك كام؟ فانا في 2018 ما اشتغلتش خالص، زيرو خبره، عامل شيفتنج من مجال تاني، شوف 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 مش عايز اقول لفظ، رحت قال لهم سته، سته ده وقت رقم كبير قوي في 2018، واحد زيرو خبره، زيرو خبره عامل شيفتنج، قلت لهم سته، لا مش سته، قلت لهم مينيمم سته والله لا. بصوا لبعض وضحكوا، ما اعرفش بقى دي ضحكه تنمر ولا ضحكه ايه. خلصت الانترفيو وانا طالع، رحت واخد لي صورتين في الاسانسير، المكان وهم كابيتال بيزنس بارك اللي بيسمعني في الشيخ زايد، المكان ده مش طبيعي، كابيتال بيزنس بارك بعد هايبر، ده مكان ده ايجيبت مش 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 مصر. انت يعني قعدت سنه انت بتعمل اعلان والله العظيم انا في ايجيبت، انا في ايجيبت مش في مصر هناك. فالمهم جالي يا عم مصطفى بعدها بيومين، جالي اوفر بكام يا عم مصطفى؟ انا قلت له مينيمم 6، جالي اوفر ب9، ب9 2018 وانا زيرو خبره، والجدير بالذكر ان كان المنتور بتاعي وقتها اللي هو اسمه شريف محمد اللي انا عرفته من الشركه اللي انا نزلتها يومين، المنتور بتاعي اللي هو اصغر مني في السن كان بياخد 8، يعني ده راجل سينيور اندرويد، والمنتور بتاعي وراجل عنده خبره في الاندرويد كذا سنه بياخد 8000، انا صفر خبره خدت 9. طب احسبها لي ازاي؟ ازاي بقى احسبها لي؟ هل انا جامد وتنين؟ لا ربنا. ففي حاجات انت مالكش يد فيها، في حاجات انت لا تملكها عقليا ومنطقيا وبالارقام وبالورقه والقلم، انا لا استحق ربع هذا المبلغ، ما عنديش خبره، واقف على ليفل بس انا واحد ما اشتغلش قبل كده. فالمهم رحت متصل بيهم كلمتها، وهكمل لك بقى القصه دي فيها فيها تابعه بعد خمس بعد خمس ست سنين في تكمله اللي انا هقوله ده دلوقتي. فرحت متصل بيها، كانت اسمها استاذه عبير، قلت لها استاذه عبير ازي حضرتك وبتاع، اتصلت بيها قلت لها حضرتك بعت لي الجوب اوفر وبتاع، ف قالت لي تمام يا ريت يمديه وبتاع وسكانر وترفعه لي عشان تبدا معانا الجويننج من الحد بقى. الكلام ده كان اربع او خميس، عايزاني ابعت واجي معايا لحد ابدا على طول. قلت لها طب هو انا جالي شفت في الاوفر ان مبعوت 9، فهل دي غلطه ولا تمام؟ قالت لي لا تمام عادي مفيش مشكله. انا روحت في حاله صدمه، يعني انا مش فاهم وانا بحاول اترجم. خد بالك انا اسمعني بقى، انا لا لسه عملت قناه يوتيوب ولا ساعدت حد ولا اكتشفت ان انا بعرف اشرح، يعني كنت نزلت كورس في رساله، اول كورس نزلته في رساله كان قبل اللقطه دي، كان كورس صغير جدا وكان برده مستواي فيه مش قوي، انا ما كنتش لسه عملت حاجه عشان اكافئ عليها، انا كنت لسه انسان عادي بيغلط وبيعمل مش حاجه يعني، وما زلت برده مش حاجه، بس اقصد وقتها ما كانش فيه اي فاليو، ما كانش فيه اي حاجه. انت بتسعى، انا بقى مش ما حرفيا بتسعى وخدت 9، يعني الموضوع كان مضحك جدا. فالمهم لقيتها بعتالي فاهم والله العظيم، فنزلت معاهم وسديت واديت وعملت بروجكت والكوميونتي كانت حلوه والانفايرمنت، وكنت بذاكر، كانت شركه اوراكل بيزد، كانت ماسكه كلاينتس تقال قوي في السعوديه، شركه اوراكل بيزد وكان فرع السوفت وير بتاعهم صغير، واتعرفت على الناس هناك وعملت كوميونيكيشنز والدنيا كانت جميله. تلف الايام يا عم مصطفى واسيب الشركه دي واروح مكان احسن واتسانير واعمل لينكد ان واعمل قناه يوتيوب والدنيا تلف وتيجي، والاقي لك تليفون جاي لي وانا في دهب من سنه، من سنه من سنه في في اتنين، لا مش سنه، شهر ديسمبر 2022، من سنه وحته كده، وانا ساعتها خلاص بقى انا دلوقتي انا وقتها كنت بقى سينيور تقيل، كنت سينيور على وش تكليد في السنه دي، سينيور تقيل على وش تكليد، وراجل بقى خلاص بقى لي اسمه وبدات اعمل يوتيوب وشغلي مستقر، انا حاسس بقى ان انا ليا فاليو. لقيت لك تليفون بيرن وانا مش 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 مسح الرقم، عبير اسيل اتكلمنا، انا مسجلها، استاذ عبير اللي بعتت الاوفر ابو 9، عمر ازيك عامل ايه؟ قلت له انا فاكرك، ازاي حضرتك ومش عارف ايه. قالت لي انا بنتي بنتي في سنه اولى كمبيوتر ساينس ومعاها مشكله، ولما حصل مشكله قلت اكلمك. انا بقى افتكرت المعروف بتاع الست دي اللي من 6 7 سنين بعتت لي الاوفر ابو 9، قلت لها خليها تكلمني دلوقتي حالا، واللي هي عايزاه يخلص دلوقتي حالا. كلمتني، كانت بتسالني على حاجه ما لهاش علاقه بالموبايل اصلا، كانت بتعمل ويب بيج كده وكان في ايرور في الكونفيجريشنز، حاجه عبيطه انا مش بتاعتي، سرشت عليها وجبتها و و و وفضلت قلت لها انا مش هسيبك الا لما احل لك اللي انت عايزاه، كعرفان بالجميل ان امك في يوم فرحتني، ويعني ربنا اللي بيفرح، بس الايام تلف والست دي تجيني وساعد بنتها الله يفتح عليك، والست دي ما زالت عندي على لينكد ان وبترياكت على بوستاتي وما زالت موجوده لحد دلوقتي، وهي من الناس اللي محترمه جدا اللي انا استضفتها. بس انا بوريك الحياه ماشيه ازاي، انت فرحتيني وقت ما انا كنت ولا حاجه، لما ربنا كرمني وبقيت حاجه انت طلبتي مني مساعده انا وقفت معاك. انت فاهم تتابع الاحداث؟ خلي بالك اللي انا بقوله ده انا اول مره احكيه على الاطلاق، ولا حكيته في قناتي على اليوتيوب ولا حكيته عندي على الفيسبوك ولا ولا في انسان يعرفني يعرف اللي انا بقوله ده، التفاصيل دي انا بقولها معاك لاول مره، التفاصيل دي كلها بالارقام انا بقولها معاك لاول مره. جميل جدا يا عمر. المفاده يا شباب من اللي احنا بنتكلم فيه ده، جاست احنا بنحكي ستوري، كل واحد هيكون له القصه الخاصه بيه. هو عمر كل اللي عمله ان هو
استمر في المجهود بتاعه، قال لك انا كان في فتره احباط ومتضايق ومش عارف ايه وكلام زي كده، وربنا سبحانه وتعالى يكرمه ببروجكت برقم جميل جدا جدا، والرقم ده ما كانش هيقدر يستفيد بيه ولا يعمله من غير اليومين اللي راحهم اكس دي وما قابلش الاكس دي في الشركه اللي راحها يعني. اللي دايما حتى عمر بيقوله وكلنا بنقوله وناس كتيره جدا بتقوله، انت بتمشي وبتسعى وربنا سبحانه وتعالى بيكون ميسر لك حاجه احسن من اللي انت بتتوقعها تماما، بس فقط اسعى يعني ما توقفش. الفكره ان انت تفضل مكمل. انا يعني مبسوط وسعيد بالقصه اللي انت بتتكلم فيها دي، وكل واحد فعلا وصل لحاجه. عمر حتى احنا بنستضيفه بيكون عنده كده حاجات هي عناية إلهية أو أقدار بتاعت ربنا سبحانه وتعالى ما حدش له دخل فيها نهاية. أنا دايما بقول جملة بقولها لوالدتي، دايما بقول لوالدتي جملة: نحن لا نملك من هذا شيئا، ولا الفلوس ولا المنصب ولا الوظيفة ولا العربية اللي تحت ولا أي شيء. أنا لا أملك من هذا شيء، لا أنا اللي جبته ولا أنا اللي هاخده، هو ربنا اللي جابه، ووقت ما ربنا ياخده أنا أبقى بحمد ربنا برضه. الوظيفة اللي جات لي دي هي مش بتاعتي، ولا أنا جات لي بشطارتي، هو ربنا اللي بإيده كل حاجة. ونعم بالله سبحانه وتعالى. طيب ناخد سؤال كده سريعا، لو كان في ناس انترستد بقى بمجال الموبايل ديفلوبمنت وعمر معانا، فكلمه مشهوره الكروس والنيتف، هو ايه الفرق بين الكروس والنيتف؟ وعاوز برضو اجابه عمر معلش في السؤال ده، اجابه تتعلق بالبزنس شويه وبالعوزة الشركات وبتزق ناحيته بشكل عام. يعني احنا كنا شغالين نيتف والدنيا حلوه تمام، طلعت حاجه بعد كده اسمها كروس، هو ليه اصلا الكروس بقى موجود بعد ما نعرف يعني ايه كروس؟ والله بص دايما يا مصطفى، في سوليوشنز، يعني في سوليوشنز بديله، انا بديك حلول. عارف انت مبدا ان انت تاكل السوق، يعني في عربيه، طب ليه يبقى في طياره؟ ليه يبقى في عربيه ثانيه؟ ليه يبقى في عربيه بتعمل فيتشر ثالثه؟ ليه يبقى في فرايتي من الحاجه؟ ايه كونسبت الفرايتي من الحاجه الواحده؟ بص تمام. بص انا بس ممكن اقطع السؤال ده واجاوب على خالد. ممكن اقطع السؤال؟ خالد بيقول لك انا وقفت اتعلم بسبب الكلام الكتير عن ديفين. بص يا خالد انا مش عايز ابقى متحامل عليك، معلش انا اسف ان انا اطلع بره السؤال واجاوب على الراجل ده، معلش عشان نقفل بس حته الديفن دي. معلش يا شباب عشان كله يبقى عارف السؤال. بص يا خالد انا مش عايز ابقى متحامل عليك او مش عايز اعنفك في الاجابه، بس انا عايز اقول لك حاجه. انا دايما في جمله بقولها على قناه التليجرام بتاعتي، بقولها على اليوتيوب شانل بتاعتي، بقولها قصاد اي انسان في الحياه عايز تعرف مجال البرمجه هو مجال ليك او مش ليك، سواء انت جوه الكليه بتاعت كمبيوتر ساينس او انت عامل شيفتنج، ايه المعيار او الانديكيتور او ايه المؤشر اللي انا ابص عليه احس ان ده المجال بتاعي؟ هو النفس الطويل. مجال البرمجه لا يتطلب اي قدرات عقليه، لا يتطلب اي قدرات ذهنيه، مش عايز واحد شاطر، مش عايز. الصفه الوحيده اللي انا بشوف ان الانسان محتاجه عشان يبقى مبرمج هي النفس الطويل. يعني ايه النفس الطويل؟ ما يزهقش عشان ينزل شغل، ما يزهقش لما يلاقي ايرور، ما يزهقش لما يلاقي عيل صغير عنده 9 سنين بيكتب كومنت على جروب على الفيسبوك يخليه يغير رايه. في جروبات بدون ذكر اسماء، مش عايز اذكر اسماء عشان مش عايز اخبط في حد، جروبات فيها 900,000 ومليون على الفيسبوك، العيال عندها 9 و10 سنين قاعده عليها بتكتب كومنتات، ما تخليش حد يخليك تغير وجهه نظرك. مين ديفيد ده عمل ايه؟ كنت لسه بتكلم مع مصطفى قبل ما نطلع في الموضوع ده، قلت له اهلا وسهلا، مين ديفن عملي؟ انت سمعت يا خالد عن السيلف دريفن كارز من امتى؟ سمعت عن التيار الالي من امتى؟ بنسمع عن الانفستمنت اللي بالمليارات عن العربيات اللي هتسوق نفسها من امتى؟ طب ليه انت ما بتمشيش في الشارع تلاقي ميكروباص فيلوكس سايق نفسه؟ ليه؟ مش عشان يعرف مصر. طب بره مصر ليه ما بتلاقيش العربيات بره مصر سايقه نفسها؟ طب ليه التجارب دي بتفشل؟ عشان في حاجات صعب بتربليس الانسان فيها. ديفن مش هيقدر يدخل جوجل ميت مع الكلاينت يهندله ويعمل له الشغل اللي هو عايزه، لو الكلاينت قرص عليه ديفن هيقول له سوري اي هاف ايرور ان ماي سيستم، تلاقي الكلاينت سابب له وقفل. مش هيحصل. شات جي بي تي هيساعدك، ديفن هيزق معاك، يساعدك، يكتب كود معاك، لكن يستبدلك في ال 10 سنين الجايين بناء على المعطيات اللي معانا، انا لا اعتقد ذلك. هل انا باكد ده؟ لا انا ما باكدوش. انا بقول بناء على المعطيات اللي معايا، انت بتديني انبوت فبتسالني على الاوتبوت، ايه الانبوت اللي انت اديته لي؟ ديفن. ايه الاوتبوت اللي انا بقول لك عليه؟ مش هيحصل. بس لو انت اديتني انبوت مختلف انا ممكن اغير الاوتبوت بتاعي. فنظرا للمعطيات اللي هو ديفن وعلى شاكلته مفيش اي شيء يقلق. ايه اللي يقلق بقى؟ مين بقى اللي يقلق؟ اللي مش مواكب التطور. مين اللي مش مواكب التطور؟ اللي لحد اللحظه دي ما بيستخدمش جيت هاب كوبايلوت، اللي لحد اللحظه دي ما بيستخدمش شات جي بي تي 4، اللي لحد اللحظه دي مش شايف الثوره اللي بتحصل في الاي اي، اللي لسه ما بيستخدمش الا الحاجات اللي انا قلتها دي، هو ده اللي يقلق. لان المبرمج اللي بيستخدم الحاجات دي هو اللي هيبدله. فالاي اي مش هيبدل الانسان، لكن الانسان اللي عارف يستخدم الاي اي هو اللي هيبدل الانسان اللي مش عارف يستخدم اي اي. فديفن مش هيعمل اي حاجه.
ده عشان نقفل حته ديفن وما من هم على شاكله ديفن واخوات ديفن وقرايب ديفن وابو ديفن. فانت وقفت تعلم برمجه عشان شفت فيديو او بوست الواحد على فيسبوك او لينكد ان؟ راجع حساباتك يا صديقي. ومجال برمجه مش عايز اي، لو واحد اغبى واحد في الدنيا بس نفسه طويل ده المجال بتاعه، لكن واحد عايز ياخد كورس شهرين ويشتغل بعديه هذا ليس مجالك، راجع نفسك. كلامي مش لخالد، كلامي انجبر. طيب نكمل السؤال اللي كنا بنقوله مصطفى. كروس والنيتف. طيب بص يا سيدي، كون في فرايتي دي حاجه كويسه، كون في فرايتي او اوبشنز مختلفه من الحاجه ده شيء كويس. يعني انا عندي عايز اعمل موبايل ابلكيشن، طيب ماشي هعمله نيتف. يعني ايه؟ يعني هكتب كود كوتلين او جافا او الاثنين مع بعض فيطلع لي اندرويد اب، حلو جميل. طب ايه البرفورمانس بتاعه؟ حلو. طب ايه الكوست بتاعته؟ لذيذه جميله. طب ايه عيوبه ومميزاته؟ حلو عادي مفيش مشكله. طب انا لا انا مش هعمل كده، انا هكتب دارت فلاتر واطلع اندرويد اب. طب ايه المشكله؟ مفيش مشكله. طب ايه البروز والكونز؟ ايه العيوب؟ لا مفيش عيوب والله. طب الكوست؟ لا الكوست اقل من النيتف كمان. طب البرفورمانس؟ البرفورمانس يكاد يكون زي النيتف اذا ما كانش ايكوال يعني. طب ايه المشكله؟ مفيش مشكله. طب انصحني اعمل ايه؟ اعمل اللي انت عايزه. يعني ايه؟ يعني انا اتعلم فلاتر ولا نيتف؟ اتعلم نيتف فيه شغل ومطلوب وحلو ولذيذ. طب انا شايف ان فلاتر ترند دلوقتي وفلاتر العين عليها وبتاع ومش عارف ايه والعيال كلها في فلاتر. طب اتعلم فلاتر؟ اتعلم هتلاقي شغل عادي. طب يعني إيه؟ الناس عايزه ضمانات، الناس عايزه دايما ضمانات وعايزه رود ماب من الف للياء. انا عايز ضمان ان انا ذاكر ده لحد هنا وانزل اشتغل، ما حدش هيديك كده. لا انا ولا اسامه الزير ولا مصطفى ولا انكل بوب، مفيش انسان يديك رود ماب يضمن لك تشتغل بعدها، مفيش انسان يقول لك ذاكر دي وهتشتغل، مفيش ضمانات. ولكن ايه الضمان الوحيد؟ مش ضماني انا ولا ضمان مصطفى ولا ضمان اسامه، ضمان ربنا اللي مفيش بعده ضمان، اللي هو بيقول ايه؟ اسعى ربنا هيكافئك. طب سعيد في الاندرويد نيتف؟ ربنا هيكافئك. سعيد في الويب؟ ربنا هيكافئك. سعيد في الفرونت اند في فلاتر؟ والله ربنا هيكافئك. فالكروس بلاتفورم ظهرت، او هي ظاهره من زمان من قبل فلاتر، ايام كوردوفا وزامرين وايونيك و سوليوشنز كتيره طلعت لحد ما فلاتر طلعت قضت على الناس دي كلها، ورياكت نيتف والهري ده كله. فلاتر طلعت قضت على الناس دي كلها. ليه قضت على الناس دي كلها؟ عشان الكوميونتي بتاعها وعشان الفريم ورك وعشان اهتمامهم بالديفلوبرز. هم اهتموا بالديفلوبرز فالديفلوبرز شالوا الكوميونتي على اعتقهم، فالكوميونتي بقى هو الترند دلوقتي. انا بجد ان السوفت وير انجينير الشاطر، الموبايل سوفت وير انجينير الشاطر قادر ان هو يشتغل فلاتر وجنبها نيتف، قادر ان هو يبقى نيتف يشتغل جنبها فلاتر، قادر يعرف الاثنين. الاثنين ادوات في الاخر، تولز. ده قلم وده قلم، صدفه والله الاثنين جنبي يعني، مش مجهزهم يعني. طب انا القلم ده اهو، طب والقلم الاثنين بيكتبوا، طب مين فيهم احسن؟ والله ما في فرق. طب انا هعرف هتعلم اكتب بالقلم ده؟ طب لو انت شاطر وبتعرف تتعلم تكتب بالقلم ده هتعرف تكتب بالقلم ده، لكن هتقول انا بكتب بالقلم ده بس والقلم ده اللي حلو والقلم ده الجميل وتقعد تطلع عيوب في القلم ده عشان انت ما بتعرفش تمسكه وتستخدمه، يبقى المشكله مش في القلم، المشكله فيك انت. وصلت؟ جميل جدا. يبقى اختصار اللي قاله عمر، عندنا الكروس والنيتف. النيتف انت بتستخدم الكود الاساسي الخاص بالبلاتفورم سواء اندرويد او اي او اس، اندرويد لوحده او اي او اس لوحده، انما الكروس تقدر تكتب كود واحد يشتغل على الاندرويد ويشتغل على اي او اس. طب تخصص فلاتر، فلاتر دي كروس ولا خاص نيتف؟ عمر بيقول لك اتحرك اشتغل نيتف كروس، بس اهم حاجه تسعى وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى هيكرمك وهيوصلك الامور. بس وعايز اقول حاجه برضو، عايز اقول حاجه مصطفى. انا في ناس في حد كان بيكلمني من 2018 يقول لي ابعت لي اندرويد نيتف رود ماب في 2020، قال لي ابعت لي اندرويد نيتف رود ماب في 2022، قال لي ابعت لي اندرويد نيتف رود ماب. طب في 2024 بعت لي قال لي ابعت لي اندرويد نيتف رود ماب. طب لو كان هو بدا في 2018 باي خرى رود ماب على عينه، فتح اللاب وكتب اي كتب هبد على الكيبورد باي كود، كتب اي حاجه على عينه، كان زمانه عمل حاجه. لكن هو لا، والله انا مش جاي معايا، بعت لي فلاتر رود ماب، ابعت لي رود ماب، بعت لك الرود ماب، لا والله انا مش جاي معايا. يا عم اتحرك، يا عم اتحرك، تعبنا نقول اتحرك وهتظبط وهتيجي وهتشتغل وهتعمل. قوم وامسك الماوس والكيبورد واكتب، هتلاقي الدنيا ظبطت. مش لازم حد ياخدك من ايدك يقول لك ايه الرود ماب وتعالى يا حبيبي ياخدك الحضانه. اشتغل يا عم اشتغل. انا لما بص يا مصطفى، انا لما بلاقي حد بيسالني على سؤال وانا ما بجاوبوش لاي سبب، اتشغلت اتنيلت ما ردتش عليه، يجي لي بعد شهر يقول لي انا عطلان في الحته دي من ساعتها، يجي لي بعد شهرين يقول والله في مش عارف مين بعت لي رساله مش متذكر على صراحه ولا علي، قال لي انت في حاجه بسالها لك من سنه ما ردتش عليا وانا عطلت من وقتها. طب واحد انت سالت واحد وما بيردش. اسامه الزيرو، انا اسامه الزيرو قبل ما نبقى اصحابنا وهو قبل ما نبقى اصدقاء بعت له رساله في 2017 انبوكس
قلت له ازاي حضرتك يا باشمهندس اسامه، انا فرحان بالكوميونتي والجروب بتاعك، استسمحك لو تقول لي واحد اندرويد نيتيف جروب اندرويد نيتيف عشان انتوا الجروب بتاعكم بتاع ويب، وانا نفسي الاقي جروب كده حد يساعدني فيه وبتاع. اسامه زيرو ما ردش عليا، قال انا بقى شخصنت الموضوع وزعلت وقلت انا سبت المجال عشان اسامه زيرو ما ردش عليا، لا انا اشتغلت على نفسي وبدات ادوس واعمل واروح واجي، وعملت قناه يوتيوب وقابلت اسامه زيرو صدفه في الشارع وقعدت اتكلم معاه واتصاحبت عليه، راح هو اللي كلمني وقال لي خد وهشير لك وابعت لك اد، ولما فتح الرسائل بيني وبينه لقى الرساله اللي من كذا سنه 3 4 سنين، وقال لي والله يا صديقي ده انا ما شفتش الرساله دي وانا كملت، انا وقفت عند اسامه زيرو. لا ما قلتش، هل انت تقف عند مصطفى ولا عند عمر؟ ولا لومته وما لومتش اسامه يعني، لا مش عمري بلومه، لا عمري ولا لومته، بص ولا لومته وقتها ولا لومته دلوقتي، لان اسامه بالنسبه لي ايه، هو وسيله مساعده، لكن اسامه بالنسبه لي هو مش نهايه المطاف يعني او المساعده مش نهايه المطاف يعني، فاهم؟ بالظبط بالظبط كده. اتمنى تكون النقطه دي وضحت. بص الحقيقه عايز راجل يا مصطفى، كلام جدا، عايز راجل دي تحمل بقى معاني كتير، مش راجل كامل يعني، حتى لو بنت انا بتكلم، عايز واحد ناشف، واحد عنده خطه وهدف وقاعد عليه ما فيهاش بقى، بس ما فيش اي هري تاني، هو انت خطه وقاعد بتعمل شغال. انا عايز اجيب الاله جلدها والله العظيم. قول ماشي والله. العيال بتدلع والله العظيم، بتدلع قوي والله، بتدلع جامد يعني. انا احس ان انا بشوف الموضوع ده طبعا عندي هنا في الاكاديمي في ايده شفت يعني، لا ما فيهاش، يعمل لهم قط الفران، قط الفران على طول، ما تجليش. يقبض بالدولار امبارح، فاهم؟ تسأله هو عايز يقبض بالدولار قبل ما يجي لك، هو عايز تبعت له اول دفعه من المرتب قبل ما يجي لك. طيب الحته دي حته برضو يعني جنرال، في ناس كتير جدا بتبقى خايفه منها، فنجاوب عليها سريعا. يعني مش في حاجه، هندسه بحبك اقسم بالله يعني، بعت لك الحب واحد عمر حبيبي. احمد الله يخليك وكرمك الحمد لله، بس داخل الجيش حاسس ان انا هنسى كل حاجه اعمل. طب بص، صلي على النبي يا عم احمد، اي حد داخل الجيش او احمد في الجيش ما تشغلش بالك بالفريم ورك او التكنولوجي بتاعتك، سواء اندرويد بي اتش بي بالفلاتر ايا كان، ما تذاكرش تكنولوجي، ما تذاكرش فريم ورك في الجيش. في الجيش نصيحتي، وانا بما ان انا دخلت الجيش، اقرا كتب تكنيكال في الساينس في الجيش. حط خطه 5 6 كتب لو قريتهم في الجيش انت حققت اعلى استفاده من الجيش. كلين كود بقى وهيد فيرست ديزاين باترنز وجود كود باد كود والكام كتاب اللي بنريكومندهم دول، اقراهم في الجيش. فالجيش اقرا فيه كتب. ليه تقرا كتب؟ لان انت هتقدر تاخد معاك كتب في الجيش بعد مركز تدريب، هتقدر ان انت تتسلى عن الكتاب هيساعدك، وفي الاخر انت هتطلع بالاستفاده اللي انت عايزها. جميل جدا السؤال ده. السلام عليكم، هل ما زالت فلاتر موجوده مع الطلب الكبير على رياكت؟ انا مش عارف ايه رياكت. إيه يا محمد فين؟ بالله عليك فين الطلب الكبير على رياكت؟ بالله انت عكستهم ولا انت قصدك كده فعلا؟ لا هو في طلب رياكت جي اس ممكن يتكلم على هو لا ثواني، لا انت بتتكلم رياكت نيتيف اللي هو بتاعت الموبايل كروس بلاتفورم، ولا تتكلم رياكت جي اس ويب؟ انا مش عايز اخبط في الناس بتوع الويب، لان انا مش بتاعتي، ما اتكلمش فيها. في انجلر وبيو ورياكت ونكست والحاجات اللي على الويب دي مش بتاعتي، مش هتكلم فيها. لكن عندي انا رياكت نيتيف. لا اللي انت بتقوله ده يا محمد كلام غير صحيح بالمره، فلاتر هي اللي واكله السوق، فلا رياكت نيتيف مفيش، ففلاتر فلاتر على طول يا باشا. حلو. واحد كاتب موقف جميل، بيقول لك 3 شهور 3 شهور ومش كاتب الميل بتاعي في السي في. 3 شهور مش كاتب الميل بتاعه في السي في. صباح الفل. طيب ريفن ده صاحبي يا عم، انت ما خدتش بالك. ريفن ده صديقي طبعا. لا ريفن ده من اصدقاء القناه عندي، واصدقاء ده من اكتر ناس اللي بتتابعني. لما نزل اي فيديو بلاقي ريفن اول واحد عامل لي كومنت، فده طبعا ده صديقي يعني. حبيبي الرساله دي جميله، كان لي الشرف. عمار الشيخ عمار ده نهار ابيض، احلى ايام كورس رساله 2018 2019. الشيخ عمار ده من احسن الناس اللي انا عرفتها. الشيخ عمار محترم جدا جدا، وديفلوبر شاطر، رغم عامل شيفتنج برضه زي حالاتي، ديفلوبر شاطر جدا جدا، وما شاء الله عليه يعني، نحسبه على خلقه وعلى دين، وانسان زي العسل. ربنا يكرمك يا شيخ عمار. ناخد سؤال عبد الرحمن فريد. هندسه، عندي سؤال لسه جونيور على قدي، دايما في حاجات بسيطه بتقع مني وبرجع على طول على شات جي بي تي، وحاسس ان مهاره السيرش عندي ضايعه، ازاي اطورها؟ والله بص، كونك ان انت حاسس، طب هات السؤال، انت طيرت السؤال ليه يا عم؟ هتقول لي يلا عايز اقراه. كون ان انت بص يا عبد الرحمن، كون ان انت حاسس ان في مشكله، دي حاجه حلوه، لان انا بجد الشباب اللي مش بيحسوا ان في مشكله دي المشكله. انا كويس،
مش هطور نفسي، بس كونك ان انت حاسس ان انا عايز، ابقى احسن، ده الشعاع المضيء ان انت انسان كويس. طيب انت في حاجات بسيطه بتقع منك وبترجع على طول على شات جي بي تي، انا بتقع مني حاجات وبرجع على شات جي بي تي عادي مش عيب. يعني شات جي بي تي ده هو نوع من انواع السيرش، نوع من انواع ان انا ببحث عن حل المشكله، فالشات جي بي تي مش ازمه عادي خالص. مهاره السيرش حاجه بتيجي مع التتابع مع الوقت، عامله زي السواقه، عارف انت السواق يقول لك انا سواق خبره 10 سنين، ليه ايه الجمدان في كده؟ ان هو بقى له 10 سنين بيعمل نفس الحاجه، فانت بقى لك سنه بتسيرش غير سنتين غير ثلاثه غير اربعه، فانت تمام. يعني كونك ان انت حاسس ان انت في مشكله وحاسس ان انا مش احسن حاجه، سيرش ازاي تطورها وانت تمام. يعني انت اللي انت بتقول ده مش ازمه، مش حاجه الومك عليها، لا انت تمام، ده هيجي مع الوقت عادي، مفيش مشكله يعني. جميل. استكمالا للحته بتاعت عمر دي، يا عبد الرحمن كان في مقوله كده عن بروسلي يقول ايه، انا ما بخافش من واحد اتعلم 1000 ضربه، لكن اخاف من واحد اتعلم ضربه واحده بس عملها 1000 مره. فالسيرش هيجي معاك بالاستمراريه، وانك تسيرش كتير وتتعرض لمشاكل كتير في البيزنس وفي الكود، فالمهاره دي هيتم تنميتها عندك يوم ورا التاني، ده الطبيعي. يعني انت مش تنين مجنح في الاول، فاهم؟ لسه معاك فتره تاخد حاجه زي كده. طيب وما تلومش نفسك يعني، بس تستمر زي ما باشمهندس عمر قال لك. ناخد السؤال بتاع نديم، اقرأ بسرعه بقى عشان واخد الشاشه كلها. طيب من فضلك يا باشمهندس، انا طالب في هندسه كمبيوتر، هتخرج من هندسه حاسب تاني اربع سنين، شويه اتخرج من اربع سنين تاني شويه اشتغل في كورسات بنتريشن تيستنج، هل تخرجي المتاخر شيء يطور نفسي ساعه وقت انا عايز فرصه عمل اتطور وظيفه انا عايز اتخصص؟ ليه يا عم حياتك انتهت؟ ليه يا عم؟ صلي على النبي، يا نهار ابيض. ايه يا عم كان اسمه ايه؟ ما لحقتش اعرف اسمه والله، قول لي كان اسمه ايه. نديم، نديم علي. يا عم نديم حياتك انتهت يا عم نديم. انا عم بدات اتعلم برمجه وانا عندي 23 24 سنه، احمد شلبي بدا يتعلم برمجه وعنده 30 31 سنه، اتس نيفر تو ليت يا عم الحاج. في ايه؟ والراجل خريج دار علوم وانا خريج تجاره، والناس على الله حكايتها وما بنعرفش نفك الخط. يا عم في ايه يا عم؟ انت راجل قد الدنيا يا عم، مهندس وهتظبط وسنك صغير، انت 28 سنه، انت في ايه يا عم؟ ناس تعمل شيفتنج في الثلاثينات وبتحقق انجازات، ما تخليش حد يحبطك. العيال اللي عندها 13 سنه اللي قاعده على جروب مليون مبرمج مصري اللي مش فاهمه حاجه، ما تخليش حد يحبطك. قاعدين قلت اسماء اهو، العيال اللي قاعده اللي مش فاهمين حاجه اللي عندهم 10 و15 سنه ما تخليهمش يحبطوك. اللي حاطين صوره الانمي، انا مش هقول اكتر من كده، ربنا يكرمك ويوفقك. انا حاطط صوره انمي بالمناسبه. بس ما بتخليش حد يحبطك. وما بتحبطش حد، بس بتقول له كل واحد على الحقيقه، ما بتضحكش على حد. طيب العيال قاعده على الكيبورد يا عم مصطفى، مش لاقي حاجه تعملها، تلاقي واحد نزل والله النهارده على نفس الجروب ده، لقيت واحد منزل بوست يا جماعه انا بتعلم سايبر سيكيورتي تنصحوني بايه؟ العيال داخله تسيرف وتتريق عليه في الكومنتات، عندك كلمه حلوه تقولها له قولها له، ما عندكش كلمه حلوه ما تقولهالوش، تجاهل. لا انا ادخل اسيرف واتريق عليك، تدخل بروفايلات العيال اللي بتتريق دي 14 سنه، الكبير اللي فيهم البيج بوس 19 سنه، 19 سنه اللي هو الكبير اللي فيهم اللي داخل يتريق. طب انت عملت ايه في حياتك؟ حققت ايه انجاز عشان تدخل تتريق على حد؟ انا هقول لك حاجه، طب انت سخنتني، انا سخنت لوحدي، انا هخلص اللايف ده اقسم بالله هعمل فيديو عندي رياكت على الجروب ده، وادخل الجروب ده انا همسح بيهم الارض كله. صبركم عليا، ماشي خلينا نكمل. طيب زكريا صديقي برضه انا عارفه، ازيك يا زكريا عامل ايه؟ قرر التخصص ومحتار بين اي اي سوفت وير، شلون عليك؟ انا كان نيتي اخلص سوفت وير، برايك الافضل؟ بص يا عم زكريا، طبعا انا عارفك، طبعا انت يعني اسمك عارفه، وبص ده تفضيل شخصي يا هندسه، يعني الاثنين كويسين، يعني فلاتر مطلوبه وكويسه، الاي اي حلو ولذيذ وجميل، ده بقى تفضيل شخصي، ما اقدرش يا زكريا ان انا اقول لك تروح لايه فيهم، بس انت تقدر تمسك الاثنين. فيعني انت تقدر تمسك فلاتر، تمسك بيها شغل وتعمل مشاريع، وبجانبها تذاكر اي اي. صعب؟ لا مش صعب، تقدر تعمل كده، عشان فرصه حصولك على شغل في فلاتر يبقى اسرع شويه، بتكلم كلام منطقي من واقع السوق. لكن الاي اي تسيبه وتروح لفلاتر، لا، الاي اي وورثي ان انت تكمل فيه وتدي له اهميه ويبقى ده الكارير بتاعك، بس عشان الزقه الاولى وتلاقي شغل ممكن تمسك فلاتر كتكنولوجي او فريم ورك يجيب لك شغل، واللي انت اتعلمته في فلاتر هيفيدك في الاي اي، واللي انت هتتعلمه في الاي اي تقدر تطبقه في فلاتر، فمسنكه في بعضها، فما تشغلش بالك يعني، توكل على الله يا زكريا. جميل جدا. في حد سائل سؤال، ده انا هجاوب عمر، هو حد مقدم معانا في كورس الاساسيات، هي بتقول انا هعمل كارير شيفت بس هبدا من الاول خالص في كورس الاساسيات معاكم، حاسه اني تايه ما اعرفش اي حاجه عن مجالها، الكورس هيبقى كافي ان اخد فكره عن البرمجه عموما، ولا في اي حاجه اقدر اعملها قبل كده عشان اعرف احدد اعمل ايه بعد الاساسيات؟ النقطه دي يا اميره تحديدا، احنا عاملين برنامج السي اس 8 عشان نجاوب على الحته دي. برنامج السي اس 8 معمول له شقين، الشق الاول
نعرفك الساينس والاساسيات بتاعت الساينس في مجال السوفت وير، الاساسيات الاساسيه ان انت بتتعلم عن الكمبيوتر والديتا ستراكشرز والالجوريثمز، وتعرف او بي وتعرف داتابيز وهكذا. النقطه الثانيه وهي المهمه جدا ان احنا بنركز ان على شقين برضه، شق المدرب، المدرب اصلا المدربين اللي بيدوا الكورسات دي هم ناس سينيورز في المجالات بتاعتهم وبيدوك الاساسيات، زائد بيبقى فيه جوه البرنامج محاضرات بتبقى مختصه على ان احنا نعرفك المجالات وايه اللي فيها. بيجي لك ناس سينيورز يتكلموا معاك يقول لك والله عندنا مجال الموبايل ديفلوبمنت ده في 1 2 3 4 5 6 السالاريز بتاعته كذا، لو هتمشي فيها تعمل 1 2 3 وهكذا الفرونت وهكذا الباك. ده احنا بنحاول نغطي كل اللي انت محتاجه وانت لسه في بدايه طريقك، سواء انت في كمبيوتر ساينس او حتى لو انت بتشفت زي ما انت بتعملي كده يا اميره، ده بما يخص كورس الاساسيات. طيب انا كنت مهندس دي يعني بشره خير، مش عارف هو حد ريفن يعني، عشان بس اللي كان عنده متضايق 28 سنه. انا كنت مهندس مدني وبدات وانا 26، وحاليا الحمد لله اشتغلت في شركه شرق اوسط، والحمد لله الحاج عمر كان السبب. ربنا يزيدك يا عمر ويبارك فيك ان شاء الله. ربنا يباركك يا ريفن والله. رساله زي دي عندي اليوم، اليوم بتاعي خلص كده بعد رساله الكرة. انا مش عايز حاجه ثاني النهارده. شكرا يا ريفن والله، ربنا يبارك لك. الله يبارك لك. في حد كده يعني بيتكلم على نقطه مهمه، هو احمد صقر، فبيقول لك انا كنت اخباركم مش مهندسين، عايز اعمل كارير شيفت بس يكون تدريجيا بعد ما اخلص الكورس ان شاء الله، ايه الطرق اللي ابدا فيها كبار تايم علشان اشيفت على ريموت بره مصر؟ احمد اوريدي شغال، هو مهندس وشغال اوريدي في ستاك من ستاكس مرتبطه بالكمبيوتر بشكل عام، وعاوز يعمل شيفت كارير، وهو بيقول لك بقى اعمل شيفت كارير بالراحه ازاي، او يعني عاوزك تدي كلمتين كده ينجزه، لان هو برضو اتكلم معايا قبل كده، فعاوزك انت تديله في الصميم عشان احمد يتحرك ويشتغل وينجز على طول. بص يا ابو حميد، انا دايما بقول لو انت عندك الرفاهيه الماديه ان انت تسيب كل حاجه بتعملها وتذاكر بروجرامنج ده كويس، بس انا ما اقدرش اقول لكل الناس تعمل كده. انت ممكن يبقى انت متزوج عندك اسره، انت حتى طالب ما عندكش حد مثلا الظروف الماديه مش احسن حاجه، فمش هقدر اقول لك سيب اللي انت بتعمله وسيب شغلك وسيب دراستك وتعلم برمجه. انت ممكن تبقى ماديا مش قادر تعمل ده، فانا بقول لو انت ماديا قادر تقعد معسكر مغلق، انت قاعد قايم نايم واكل شارب على البرمجه، هي عايزه كده وتستاهل كده، وهي عايزه يومين على اليوم اللي هو 24 ساعه، انت عايز 48 ساعه عشان تقدر تذاكر البرمجه. لكن لو انت ما عندكش الاريحيه وما عندكش ال- 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 الرفاهيه ان انت تعمل ده، وده ابريشيتد جدا مش عيب خالص، حاول تبذل اقصى مجهود تقدر عليه ان انت تكرس كل وقتك للبرمجه، عشان البرمجه مجال مش سهل ومجال نفس طويل ومجال لونج تيرم، ويعني ربنا يكرمك ويوفقك، وخد الموضوع ستيب باي ستيب، وما تشغلش بالك قوي بان انا بارت تايم او ريموتلي او اشغل بالك ان انت تبقى على الطريق دايما. اول حاجه صعبه، اول شغلانه صعبه، سواء بقى في شركه في مصر او بره مصر او ايا كان، امسك اول شغلانه وبعد كده ابدا بقى شوف، طب انا عايز بقى اول شغلانه دي في مصر نص نص، عايز بقى اشوف ريموتلي، نبدا نشوف بقى ايه التجهيزات او ايه التحضيرات او ايه الحاجات اللي نشتغل عليها الريموتلي. بس ما ننطش من اول ما احنا لسه ما نزلناش شغل يقول لا انا مش عايز انزل شغل، عايز انزل ريموتلي، يعني دي حاجه صعبه شويه مش سهله يعني. بس وربنا يكرمك ويوفقك، مش حاجه صعبه. بس كويس ان انت تكون محدد هدفك. لا 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 كويس، ومش حاجه صعبه على ربنا، انت ممكن تعمل ده، بس انا بقول لك يعني خد ستيب باي ستيب بس. حلو، السؤال ده انت جاوبته، انا اللي انا هوريه لك انت جاوبته، فيعني ادي له كلمتين. هو دلوقتي بيقول لك والله اتعلم ويب ولا فلاتر؟ والله الاثنين كويسين والاثنين مطلوبين والاثنين المرتبات بتاعتهم زي بعض والاثنين ليهم شغل بره مصر وجوه مصر. اشتغل، اتعلم، ابدا زي ما الحاج الدحيح بيقول لك. طيب كفايه لحد هنا اسئله، ممكن هنرجع ناخد اسئله تاني مفيش مشكله خالص، لكن السؤال اللي موجود عندي دلوقتي وهو سؤال ملوش اجابه ثابته، لكن عاوزين ناخد بالنصيحه فيه عمر سريعا عشان الوقت بيسحب وانا ما حسيتش الوقت معاك وخدنا ساعه الا 10. بيقول لو واحد بيبتدي، انا السؤال حطه لك، واحد بيبتدي يتعلم تمام كده، هل يبتدي ياخد الاساسيات او امتى؟ ما نقولش هل، عشان هل ما هتنفعش. امتى اقول والله ان انا هانفست في ان انا اقعد بروبلم سولفنج وديتا ستراكشرز والجوريثمز وافهم او بي، احاول افهم او بي، لان او بي لا يمكن افهمها غير مع بزنس اصلا بشكل كبير اساسا يعني، لكن عموما احاول اخد الاساسيات بتاعت الاو بي واعرف عن الداتا بيز واخد شويه سوفت وير واقرا كتب في المجال، وامتى اقول والله لا
انا يعني الدنيا بالنسبه لي مش الطف شيء، فانا هبتدي في مجال معين ومع المجال ده ممكن اغطي الاساسات، او لما اشتغل اغطي وارجع اغطي الاساسات. امتى ده وامتى ده؟ سريع. والله بص، انت دايما بتبقى محتاج مينيمم، يعني انت محتاج مينيمم من الاشياء عشان تقدر تعمل اشياء تانية. يعني اديك المثال حلو. البسيط، انت دلوقتي ما تعرفش حاجه عن الاو او بي وعايز تتعلم فلاتر، ماشي جميل، حلو. هتقدر تكتب فلاتر من غير او او بي؟ اه هتقدر تكتب، هتقدر تطلع ابلكيشنز؟ اه هتقدر تطلع ابلكيشنز، بس هل هتبقى انت فاهم اللي انت بتعمله وتقدر تعدل عليه او تقدر تغطس جواه؟ لا مش هتقدر. ليه؟ لان انت اول كلمه عندك في فلاتر لما بتعمل امتي بروجكت بيقول لك ستيتلس ويدجت، اكستندس ستيتلس ويدجت. يعني ايه اكستندس؟ ما اعرفش. ليه ما اعرفش؟ لان انا اول مره اشوف الكلمه دي. ليه؟ لان انا ما اعرفش الاو او بي. فانت اول كلمه عندك في الفريم ورك وقعت منك خلاص، انت مش عارف يعني ايه اكستندس اصلا، انت مش عارف يعني ايه كلمه ان انا اسم الكلاس بتاعي بي اكستند ستيتلس ويدجت. طب انت مش عارف هي نوعها ستيتلس ويدجت ازاي وازاي اكستندد، ويعني ايه كلاس، ويعني ايه اوبجكت، ويعني ايه اصلا سب كلاس، وكل ده انت مش عارفه. وبشوف ناس قادره تطلع ابلكيشنز وما تعرفش او بي، بس هو مش فاهم اللي هو بيعمله. ففي مينيمم من خطأ الاشياء بسيط، خطأ بسيط ممكن يخليه يعطل أيام حرفيا، خطأ عشان بسيط مش جدا عارف. يخليه يعطل أيام كل عشان مش عارف. بص، انت مصطفى، الموضوع عامل زي العماره، كل ما تاسس العماره صح كل ما تطلع ادوار وما تخافش من الادوار. هل العماره الثلاث ادوار اساسها زي العماره العشر ادوار؟ لا، انت بتحفر تحت في البدروم، بتحفر تحت عشان يشيل فوق. لو هتطلع برج 100 دور، الاساس بتاعه اللي تحت مش زي العماره العشر ادوار يا عم مصطفى. فكل ما بالظبط ترمي اساس تحت يرمي معاك فوق. ايه الاساس اللي ترميه تحت ده بقى؟ الفاندمنتالز والكور كونسبتس بتاعت الكمبيوتر ساينس، كل ما تقدر تاخد فيها. طب انت عملت تحت الاساس اللي يديك 10 ادوار وطلعت ال 10 ادوار، عايز تطلع بقى بدورين كمان ومش قادر، ارجع زود اساسياتك عشان تطلع. ما الاساسيات شغاله معاك متتابعه. هو انا كعمر دلوقتي قفلت كل الاساسيات وما بذاكرش؟ والله ابدا. كتاب هيد فيرست ديزاين باترنز جنبه، استنى اجيبه لك اهو. بص هات هات اهو، طبعا رجع. هيد فيرست ديزاين باترنز اهو، دايما الكتاب جنبي ودايما بفتحه وبقراه. ايه ده يا عمر انت الاساسيات مش عارفها؟ لا، ما حدش بيجيب اخرها، بفضل اطور نفسي واذاكر، والباترن انساه ارجع له تاني، وفي باترن ارجع ابص عليه في الكتاب. فمحدش بيجيب اخرها، بس انت بتبقى واقف على مينيمم يؤهلك ان انت تشتغل. فبعد ما تشتغل وتبقى انت خلاص على الطريق، ارجع لاساسياتك تاني وارجع غوص غوص بقى في الموضوع. يعني انا عارف او او بي، هجيب ادفانسد او او بي، هجيب بقى سبيشال كيسز في الاو او بي، و و و وهكذا. بس بالظبط كده زي ما باشمهندس عمر قال لك. واستكمالا لي انت كده كده لو انت دخلت اي ستاك من اي طريق من الطرق الخاصه بالسوفت وير، انت لازم تتعلم الاساسيات الخاصه بالمجال ده. يعني الكيس اللي اتكلم عليه عمر بتاعت فلاتر، وانت المفروض تتعلم دارت، فهتتعلم دارت فهتتعلم اساسيات البروجرامنج بشكل عام، ولازم هتحتك بالاو بي، فما تضيعش الحته دي ولو بالقليل اللي يخليك تمشي في فلاتر. هتروح باك اند بي اتش بي، ما انت لازم تتعلم فاندمنتالز ولازم تتعلم او بي ولازم، فكده كده انت ممكن تاخد الجزئيه دي وتنفست فيها بشكل كويس في حتتك في المجال، وبعد كده ممكن زي ما عمر قال لك بقى ترجع للاساسيات تاني من ناحيه الكمبيوتر ساينس صرف، بعيد عن اي تخصص وبعيد عن اي حاجه وباي لغه، مش هتفرق معاك طبعا في الحل. طيب السؤال هنا بما يخص عمر في البوزيشن بتاعه دلوقتي، هو سؤال مهم جدا للناس اللي بتقدم على شغل، اوكي؟ بما انك عمر تيك ليد حاليا واكيد بتعمل انترفيوز للناس، ايه الحاجات اللي ممكن تكون بتركز عليها وانت بتعمل انترفيو في واحد مقدم دلوقتي عدى من الاتش ار انترفيو، وخلينا ما هنقولش اتش ار انترفيو، هو جاي لك على طول، ايه الحاجات اللي انت بتدور عليها في الراجل ده اللي بيقدم؟ والله بص، انا دايما بقول الثقه بالنفس هي اهم حاجه. يعني لما حد بيجي يسالني، حد بيجي يسالني وبيقول لي انا عندي انترفيو بكره او بعده، اذاكر ايه؟ بقول له ما تذاكرش بجد، انا بقول كده، ده ردي. طب اعمل ايه يا عمر؟ كل كويس، نام كويس، ادخل في حاله نفسيه وذهنيه كويسه، خليك مستقر وهادي، اعرف ان انت هتتسال اسئله ما تعرفهاش، وهو الراجل عايز يشوف رد فعلك على الاسئله اللي انت ما تعرفهاش. هتبانك بقى وهتهبد وهتخرف، ولا هتبقى واثق من نفسك وهادي والدنيا معاك سهله، وتقول له والله لا الحته دي تايهه على بالي، انا لو عايز اجيبها هجيبها، تبقى انت مستقر كده وهادي. هي دي البوينت بقى، هو عايز يشوف رد فعلك لما تتسال حاجات ما تعرفهاش. فانت تعمل ايه عشان تدخل الانترفيو؟ ادخل الانترفيو واثق في نفسك. الثقه ثم الثقه ثم الثقه. الشركه عايزه واحد بيثق في نفسه عشان هي الشركه تقدر تثق فيه. فالثقه او البيرسونال والسوفت سكيلز، انا رايي الشخصي وانا اللي بعمل الانترفيوز التكنيكال، 60% من النجاح في الانترفيو، 60%
نجاحك على ان انت حس انت بتبيع لنفسك، بيع لي مصطفى، سوق لي مصطفى اللي بيكلمني. انا حسيت مصطفى واثق في نفسه، متحدث جيد، مستمع جيد، عارف انسان كده. انت انا حابب اتكلم معاه في الانترفيو. في واحد ببقى معاه في الانترفيو عايز اقفل، انا عايز اقفل الانترفيو. هو تكنيكال اينشتاين، انا مش قادر اكمل مع الانسان ده كلام لاسباب بقى كتير. فانا بقول لك البرسوناليتي اهم حاجه. ذاتس ات. ايه بقى ال 40% التانيين؟ مش اي حاجه في التكنيكاليتي غير ان انت تبقى فاهم اللي انت بتعمله. انا ما بيشغلش بالي ان انت تبقى عامل حاجات كتير، تبقى عامل حاجات فانسي، تبقى عامل حاجات حلوه، تبقى انت بقى جيت هاب بتاعك ده اخطس فيه ما طلعش منه. كل ده مش فارق معايا. اللي فارق معايا ان اللي انت عامله حتى لو هو قليل انت فاهمه، اللي انت عامله حتى لو هو قليل او بسيط انت فاهمه، ولكن ان انت تبقى اجمد واحد في الدنيا لكن انت مش فاهم اللي انت بتعمله، ده شيء صعب بالنسبه لي. فانا البرسوناليتي، وان انا اسالك، انا طبعا بعمل بشوف الكود، بقول له ابعت لي حاجه من الكود بتاعك وبساله فيها انت ليه عامل دي، بفهم هل هو فاهم ده ولا لا. لو لقيته فاهم ده بالنسبه لي انسان كويس وانا اقدر اشتغل معاه واشتغل عليه. لكن لقيته بيقول لي اصل كل لقيت اصل انا كنت بذاكر كورس وكان بيعملها، بتذاكر كورس وكان بيعملها، طب تمام خير بس خلاص فاهم. بس هو الفول يعني مطلوب منك تكون فاهم اللي انت عامله والمهتم جدا بالسوفت سكيلز بتاعتك. السوفت سكيلز ازاي بتبرزنت نفسك، ازاي بتتكلم، ازاي بتتعامل، كل ما يخص شخصيتك بشكل عام وتعاملك مع البيئه اللي حواليك. فركز على النقطه دي وحاول تسمع فيها، تشوف فيها كورسز وتسمع لناس كتير بيتكلموا على البوينتس دي عشان تنميها عندك. تمام. التكنيكال هيجي هيجي يعني كمعلومات تكنيكال صدقني هتتعلمها هتتعلمها، بس مين بقى اللي هيتعلم بسرعه بكفاءه، مدرك للي هو بيتعلمه وفاهمه كويس، عارف ازاي هيوظف ده في الشغل بتاعه، هي دي النقطه. طيب طريقه في التعلم بناء على تجربتك انت، كده كده ستيل كلنا لسه بنتعلم وهنفضل نتعلم الى ان شاء الله سبحانه وتعالى. طيب انت شايف طريقه معينه يا عمر في التعلم بتجيب معاك بشكل كويس يمكن تناسب ناس من الناس من اللي بيشوفونا دلوقتي ويتابعوا اللايف؟ بص انا بجد ان انت لازم تتشارك الرحله، شوف حد ذاكر معاه، شوف جروب ذاكر معاه، شدوا بعض، الصحبه بتفرق جامد. فحاول ما تبقاش انت لون وولف كده زي ما بيقولوا، بلاش تبقى لون وولف، بلاش تبقى باتمان. حاول تجيب الجاستس ليج بتاعتك وتساعد نفسك وتساعد الناس اللي حواليك، بلاش تبقى انت سولو بلاير كده زي ما بنقول. فيفضل يبقى معاك ناس، انا دايما بحب يبقى معايا ناس في الرحله بتاعتي. ويفضل تنظم وقتك. يعني انا الكتاب ده لو انا جبت الكتاب ده قلت انا هقراه، اقرا منه شويه وهزهق. ليه؟ انا ما عنديش خطه. لو انا قلت الكتاب ده 500 صفحه، انا عايز اقرا الكتاب ده في 50 يوم، هقسم 500 على 50 ادوني كام؟ طب كذا، ده عدد صفحات، خلاص عدد الصفحات ده انا اقراهم كل يوم. عندي خطه، خطه احاسب نفسي عليها، اكافئ نفسي عليها، اعاقب نفسي لو انا ما عملتهاش. خطه قدامي. في حاجه ثانيه ممكن اقولها تفيد الناس، وانا بادئ في الكارير في 2017 2018 كنت لازق في الحيطان بتاعت اوضتي، حيطان اوضتي كلها الاربع حيطان كنت لازق عليهم صور حاجات متعلقه بالبرمجه، كنت لازق هنا او او بي، كلمه او او بي كده كبيره، ولازق هنا داتا ستراكشر، ولازق هنا اندرويد، ولازق هنا حاجات. طب انا بعمل كده ليه؟ عشان لما كنت السرير بتاعي هو على يميني، لما كنت بصحى من النوم اول حاجه عيني بتقع عليا هنا في وشي حاجه متعلقه بالبرمجه، اجي داخل الاوضه عشان انام خابط هنا في وشي في الاو او بي. انا شغلت عقلي اللاواعي وحوطت نفسي بالحاجات اللي انا عايز اذاكرها وابقى احسن فيها. فالتريك دي، التريك بتاعت ان انا لزقت على الحيطان دي جميله جدا، كانت شايفه الحاجات دي. لا انا هبعت لك الصور دي كمان يا مصطفى، الحاجات دي الصور دي انا كنت منزلها عندي على الجروب، مش على البيج، على الجروب بتاعتي اللي اسمها عمر احمد بروجرامنج. كنت منزل الصور دي بقول لهم الصور دي انا عملتها في بدايه كاريري، هبعتها لك هوريها لك، ممكن اشيرها حتى عندي، كنت منزلها. فالتريك دي فرقت معايا، لطيفه جدا. انا شايف لا لا دي دي جميل. انت عايش على حلمك. انا دخلت نفسي في الزون، عايش فيه، دخلت نفسي في الزون. بص انا خدتها تو بي اور نوت تو بي، يا انا ابقى حاجه، لان انا ساعتها زي ما بقول لك دخلت كليه مش حاببها، معيش فلوس، في وضع اسرتي منتظره مني حاجات، وانا مش اي حاجه، لا املك، انا انسان صفر لا يملك اي شيء على الاطلاق. فانا خدتها يا ابقى انسان يا ابقى ولا حاجه. فربنا اللي كرمني ان انا ابقى انسان، مش شطاره مني خالص. فالحياه عايزه واحد انت تقف وقفه مع نفسك، يبقى حاجه يبقى زي الباقي، فشوف انت عايز تبقى ايه. طيب ازاي اوسع دايره علاقات؟ طبعا خلينا نتكلم بشكل منطقي، ودي احصائيه مش جزء. 80% من الشغل علاقات، 80% من الشغل بيبقى عن طريق العلاقات.
فخلينا نتكلم دلوقتي ازاي اوسع دايره علاقاتي من برضه من تجربتك، ازاي اوسع دايره علاقاتي واكتسب مهارات ومعارف جديده. او خلينا نتكلم دلوقتي ايه اللي انت عملته في اول شغل ليك لما رحت، الراجل اللي اسمه شريف ده ربنا يبارك فيه، ايه اللي انت عملته لما رحت عشان تلنج مع الناس؟ والله انا حاولت ان انا اسمع بالنسبه لناس ثانيه صعب، فاهم اللي هو ما بص انا حاولت ان انا اسمع اكتر ما اتكلم، اسمع من ده واسمع من ده، اشتري من ناس واسمع من ده واسمع من ده واسمع من ده، بس ما ارميش وداني لحد. في فرق بين انت تسمع انت بتلم، فرق بين انا هرمي وداني لمصطفى اللي مصطفى هيقول عليه امين، لا انا ما رميتش وداني لحد، بس بقيت بسمع. انا جاي عشان اتعلم، انا ما اعرفش اي حاجه، سمعوني وعرفوني وادوني من خبراتكم. فكنت انا بعمل كده دايما، وكنت بحاول ان انا بقدر الامكان يعني ان انا اتعرف على الناس بطريقه فريندلي، ما اخنقش الناس. فرق ان انت تتعرف على واحد وان انت تخنقه، فانا كنت بحاول بقدر الامكان ان انا اتعرف عليهم بطريقه فريندلي، واللي احس ان هو في ناس حاولت اتعرف على احساسهم مش حابين يعني. ما الواد الجديد اللي جاي الشركه ده يقرفني، انا سيبنا انا قرفان ومعايا بجات حك عليك خلاص عيش حياتك. ولقيت ناس فريندلي بتتكلم وناس عايزه تتعرف وتعالى واهلا واحتضنوني وبتاع والدنيا جميله، فلقيت الصنفين يعني. وكلها جت بعد كده اتمحكت وقالت ده انت فاكر انا كنت عارفك وصاحبي، وكلها جت والله يا مصطفى، والله لا والله مصطفى كلها جت، والله ما في واحد ما جه، بحلف لك بالله والله ما في واحد ما جه، كلها جت. وكل انا مش عايز اقول كلام خارج السياق يعني، ده كلام بيننا كده كاصحاب بس عموما يعني عموما بس. فكان كان ده يعني نتوركينج بقى، وغير الشغل لينكد ان. لينكد ان طبعا انا يعني لينكد ان بالنسبه لي هو اهم حاجه، لينكد ان ان الناس تتفاعل عليه. انا في كده بروجرام ماشي فيه مع الشباب بتوع فلاتر منتور شيب وبتاع، بعت لهم النهارده ريكورد قلت لهم يا جماعه نزلوا بوستات على لينكد ان، قريت جزء من كتاب، جزء من كتاب، نزل بوست عن الجزء اللي من الكتاب، جزء يعني. انت بس انا مصطفى محفوظ وانا ما اعرفوش، بس بشوف مصطفى بينزل نصايح في البي اتش بي، انا ما اعرفش مصطفى، ما كلمتوش، ما فيش اي بيني وبينه اي صله، ولكن لقيت ان في واحد على لينكد ان انا ما اعرفوش بينزل حاجات عن بي اتش بي. طب انا طلب مني مشروع فريلانس وقالوا لي لو تعرف حد بي اتش بي انا اروح اكلم مين؟ واحد في ذهني في اللاوعي عندي انا عارف ان الراجل ده شغال بي اتش بي، اروح اكلمه. ما ده نتوركينج، مش نتوركينج ان انا ابعت له رساله. هو ان انا ابعت له رساله دي حاجه حلوه، وان انا اتواصل معاه ونبقى ان تاتش دي حاجه حلوه، بس انا مش هروح اكلم كل الناس على لينكد ان. بس ان انت تظهر على لينكد ان او الناس تعرف ان انت عايش، عمر عايش بيشغل بتاع فلاتر، شغال بتاع اندرويد، هعرف منين؟ تيجي منزل بوستس بتكلم عن نفسي، عن مشاريعي، عن اللي انا عملته، عن اللي انا اكتسبته. فلازم تبقى اكتف على لينكد ان خصوصا في البدايات عشان لحد ما تتعرف، مش تعرف دي تبقى مشهور بابليك فيجر، تبقى انا عارف ان في يعني. انا في ناس يا مصطفى ولا بتنزل كونتنت ولا بتعمل فيديوهات ولا اي حد يعرفها، ولكن انا اعرف اقولهم لك بالاسماء، اعرف ان الولد ده جونيور ويب ديزاينر، واعرف ان البنت دي جونيور باك اند. منين؟ من لينكد ان، بلاقيها عليهم بتنزل حاجات انا انا عرفتها، ما دي كده دي عملت معايا كونكشن، والولد ده عمل معايا نتورك واحنا ما اتكلمناش. انت فاهم؟ بس انا عاوز اقول لك ان اللي انت قلته ده حصل معايا شخصيا، وكان في شخص بشوفه بينزل الشغل بتاعه في مجال من المجالات، واول ما جت فرصه شغل على المقاس ده هو يو اي ديزاينر، كلمته مباشر، كلمته مباشر، ولا اعرفه ولا يعرفني اصلا. انا كل اللي اعرفه عنه ان هو بينزل الشغل بتاعه، وشغله طبعا جميل جدا. طيب طيب هنا السؤال عام، السؤال عام لكل الناس في مجال السوفت وير بشكل عام، ايه هي الصفات، خلينا نقول ماكسيمم 3 صفات اللي هم لازم وحتما ولابد ان هم يكونوا موجودين في اي حد في مجال السوفت وير، في السوفت وير اندستري بشكل عام اللي انت شايفه؟ طبعا صفات، 3 صفات في المبرمج يعني. والله يعني اول حاجه يبقى نفس طويل، دي 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 الاكثر احتياجا وشيوعا من وجهه نظري، لازم وحتما لا يبد يبقى نفس طويل ويعرف ان ده مجال النفس الطويل، ده رقم واحد. رقم اتنين يبقى عارف ان هو هيضطر يذاكر كل شوية. مجال بتاعنا ده مش مجال السيف زون خالص، مجال بيحسسك دايما انت مهدد، انت مهدد دايما يا مصطفى. ليه؟ انت لازم تواكب. هل اللي انت بتعمله في بي اتش بي لارفل دلوقتي هو اللي انت كنت بتعمله من 5 سنين؟ اتحداك خالص، مستحيل. مستحيل مستحيل مستحيل. وانا اللي كنت بعمله في في في, في بناء تطبيقات الموبايل من 5 سنين بعمله دلوقتي نو واي، تغيير جذري، تغيير جذري. فانت ده تاني صفه، ان انت تعرف ان انت هتبقى دائم المذاكره والاطلاع والقراءه وبلا بلا 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 بلا. تالت حاجه لازم تبقى في المبرمج
وينفع اقول حاجه ما تبقاش فيه؟ يعني حاجه يفضل ما تبقاش فيه؟ قول وانا هقول حاجة. ماشي. بلاش يبقى فيه بكاسه. انا عندي مشكله مع البكاسه في المجال بتاعنا يا مصطفى، والله عايز اطلع حلقه، انا هطلع حلقه على اليوتيوب عندي اسمها البكاسه في مجال البرمجه، واقعد اعمل زي مش عايز اقول، واقعد التم بقى وانوح. والله حاجه صعبه يا مصطفى، والله بكاسه بطريقه مش طبيعيه، حاجه يعني قمه التيت، عارف انت صوت البطه ده، قمه صوت اللي مش قول انت. طب الحاجه طيب الحاجه هي استكماله للصفه اللي انت قلتها، لانها لازمه لاي حد بشكل عام، وهي الالتزام. انت قلت دلوقتي لما جيت مسكت الكتاب قلت انا عاوز بلان، البلان دي ليها بدايه وليها نهايه. ما هو انا ممكن يبقى نفس طويل واعمل زي الراجل بتاعك اللي بيبعت لك كل سنتين بيطلع لك كده يقول لك يا باشا الرود ماب لاندرويد نيتف وينزل، الرود ماب لفلاتر وينزل. ما هو صباح الفل، هو نفسه طويل فعلا، اديله 6 سنين ولحد دلوقتي ما اشتغلش. لا، هو التزام. انا كل يوم ببني حاجه، كل يوم لازم يكون في جديد. جديد هنا بالنسبه لي، مش جديد بالنسبه للناس اللي بره. انا ما ماليش دعوه بحد، انا دعوه بنفسي. انا كل يوم بتعلم، ولو حرف ولو كلمه واحده، ما بيعديش عليا يوم، بيعديش عليا يومين من غير ما اخد خطوه لقدام بالنسبه لمصطفى من يومين بس. ده لازم يكون في التزام فيه، الحاجه اعملها واستمر عليها نفس طويل فيها وملتزم فيها كده توصل كده، ربنا يكرمك. ما عملتش كده هتبقى زي الراجل اللي بيطلع العمر لسه هنشوفه في 2026 عشان احنا ربنا سبحانه وتعالى نشوفه هناك يعني. طيب وتابعوا حلقه البكاسه في البرمجه مع عمر احمد ان شاء الله على التشانل. حلقه البكاسه، وهعمل حلقه انا ما بقتش حمل جروب، انا بجد هعمل فيديو، ما بقتش حمل جروب مليون مبرمج مصر. انا مش هقدر حد، وادخل اطلع القديم والجديد، وهدخل بقى بص ربنا يكفيكوا شر. ماشي خلاص، معلش. ربنا يعينك. طيب السؤال دلوقتي هيروح للناس اللي اشتغلت. يعني شفت احنا خلاص وعدينا ورحنا واشتغلنا في اول سنه، وعندنا دلوقتي للاسف جيل ما يعلم به الا ربنا سبحانه وتعالى، ولا يدرك قيمه ان هو يتعلم او يبقى نفسه طويل فعليا بجد لما يروح الشغل ويجري ورا الفلوس. يعتبر واحد شاب لسه بيقول يا هادي بسم الله الرحمن الرحيم، وراح شركه وشركه كويسه، فاهمني؟ فبس قاعد بيتنطط، يعني ما عادش 3 شهور يا عيني في الشركه، لسه بيقول لسه ما اتعملش لونش للبروجكت اساسا هو عامله، ويقعد يسيب شركه ويروح شركه. هو كان بياخد اكس، فليه اكس وربع يروح سايب الشركه دي ويروح رايح الشركه امه اكس وربع، يروح سايب الشركه ورايح امه اكس ونص، امه اكس و2 اكس و3 اكس والكلام ده. انت هتقول ايه؟ تقول ايه للشاب في حاله زي؟ والله بص، هو في السي في عموما الجنبات اللي في السي في دي بتبقى مش حاجه حلوه، يعني بتبقى ريد فلاج للاتش ار او للشركه ان انت مش ثابت في شركه يعني، وبتتنطط وبتاع. ف لا، يفضل ان انت تشتغل على نفسك شويه. اوكي، ده اتش ار. طب بالنسبه ليه هو بقى؟ بالنسبه ليه هو بقى؟ بالنسبه لي هو كده ما اداش فرصه لنفسه يتعلم او يحتك بالشركه كفايه، يعني انت دي مده قليله ان انت تمشي، ومش معيار حتى الحكم على الشركه يعني. او لو ده حصل مره، يعني مثلا اول 3 شهور دول بنسميها البريبريشن بريد، ان انت في فتره ان انت بتتعرف، فتره الخطوبه بينك وبين الشركه، تعرفوا على بعض انتوا الاثنين وبتاع، وتشوفوا هتنفعوا لبعض ولا لا. عادي ان انت في الفتره دي تمشي، بس مش عادي ان انت كل الاف السي في بتاعك ان انت عملت كده 3 4 مرات، يعني مش حاجه حلوه. ولو انت عملت كده ما تكتبهاش في السي في، نصيحه من اخ لاخوه، كان الخطوبه ما حصلتش، كان العلاقه ما حصلتش. بالزبط. انا ما شفتكش وانت ما شفتنيش، ما نعرفش بعض احيانا، يعني انت مش لازم تكذب في السي في، ممكن تتجمل يعني ما بتعدي عادي، شغاله يعني ايام عملنا. والفكره انه عمره بيضيع، دي اوسخ حاجه انا شايفها في النقطه دي. ده حقيقي، دي مشكله، دي مشكله. بيضيع وهيلاقي نفسه غلط في سن، وبقى عنده مسؤوليات ومفيش اكسبيرينس. يعني عدد سنين الاكسبيرينس اللي هو ممكن يحطها ما هوش عدد سنين الاكسبيرينس الفعليه اللي المفروض يكون موجود فيها، لانه ما تعرضش لا تعرض لبزنس، ولا احتك بقى بعملاء بشكل كويس، ولا يعني احتك بشكل كبير وكامل. طيب ناخد اسئله من اللايفز هننهي بيها ان شاء الله يا شباب، عشان يعني انا قلت لك والله الوقت معاك ما بحسش بيه. ناخد سؤال بتاع محمد عبد العزيز، ويا شباب لو حد عنده سؤال يكتب في الكومنتس دلوقتي عشان اخد الاسئله ان شاء الله، اخد اكتر من سؤال. عندي سؤال يا عمر، دلوقتي كنت اندرويد نيتف ديفلوبر وكده، وبعد كده عملت شيفت لفلاتر، وبقالي واصل لمرحله حاليا اني بذاكر كتب
اي تي اي سنتين، وبقدم في شركات وكده، ولسه متخرج من الاي تي اي الاندرويد فلاتر حاليا، ولا كمل ريكاب؟ هل يبقى هو في النيتف يروح فلاتر ولا يكمل ولا يعمل ايه؟ اشتغل ولا لسه؟ لسه هو كده لسه ما اشتغلش. لا اصبر بقى، يعني لو انت نيتف هات هات اخر النيتف، اقف على ارض صلبه فيه، انزل شغل، بعد ما تنزل شغل وتعمل لك كام مشروع وتستقر في الشركه ابدا اتعلم فلاتر، والعكس بالعكس. الشباب بتاعت فلاتر ما تجريش تتعلم نيتف الا لما تماستر فلاتر الاول او تبقى متمكن منها وبتعمل بيها اللي انت عايزه، وبعدها هتحتاج تبص على النيتف هتبص على النيتف. تقلقش، ما تجريش ورا السهوله اللي كان سال سؤال، ما تجريش ورا السهوله في انك مثلا تقول فلاتر والله عليه شغل وبتاع، انا ما لقيتش شغل. انفست التايم بتاعك او الوقت بتاعك في انك تحسن السي في، تحسن السوفت سكيلز بتاعتك، تشوف ايه التكنيكال سكيلز المطلوبه تنميها عندك في النيتف عشان تلاقي شغل. يعني ركز في ده، ده اللي تركز فيه. ما تركزش في ان حضرتك فلاتر ترند وبتاع فهروح فلاتر، شويه تلاقي ده الويب ترند فهتروح حضرتك ايه تكمل لي في الويب. اما مش منطقي ابدا، بدات في حاجه كمل وهات اخرها وهتشتغل. وعمر قال لك النقطه دي في الاول خالص، ابدا باللي هتبدا فيه كمل فيه للاخر، هات اخره هتقدر توصل ان شاء الله، وربنا يكرمك باذن الله بالوظيفه اللي انت منتظرها. عندي سؤال لسيوك، ده شكل واحد عارفك متابعك في الانمي، فمش عارف بقى انت فان بوي لسيوك ولا ايه؟ عندي السويتشات بتاعه وبحبه، لو بعمل ابلكيشن لسه بخلصه وعايز ارفعه على جوجل بلاي ممكن ارفع الجزء اللي خلصته عشان الوقت، ولما يكمل اعمل ابديت. ينفع عادي، يبقى انت نزلت فيرجن وهتنزل فيرجن 2 مثلا، منزل فيرجن 1.0.0 هتنزل 1.0.1 او 1.1.0 حسب حجم التغيير اللي حصل. عادي تقدر يبقى ده بمثابه ابديت، يعني طلعت من غير الفيتشر دي وتكملها بعدين مفيش اي مشكله خالص، اعمل كده عادي مفيش اي مشكله على الاطلاق، عادي جدا. طيب سؤالك اهو يا خالد يا طه، والله انا لسه انا بيبقى فيه لاج عندي، هيظهر لك ده يا خالد، بيبقى فيه لاج عندي ما بيني وما بينك، وفي الكومنتس نفس القصه، انت بتكتب الكومنت فبيظهر على الفيس فبياخد وقت عشان يظهر عندنا. عموما خالد طه بيسال السؤال ده يا عمر، جاوب. هل لازم اخد وقت كبير في تعلم الاساسيات الخاصه بالالجوريزم اللي هو بي قبل ما ابدا فلاتر؟ مش وقت كبير، خد وقتك ان انت تعرفهم كويس وتطبق عليهم، بس مش لازم وقت كبير، يعني مش لازم تقعد سنه، بلاقي عيال بتقعد سنه تعمل كده، تعملش كده. ادي وقتك، اديهم وقتك، اتعلم لغه برمجه كويسه، افهم منها او او بي، حل بيها شويه بروبلم سولفنج، افهم داتا ستراكشر والجوريزمز، ادي نفسك وقت كافي، عدد من الشهور الكافيه بناء على خبراتك انت، مجهوداتك انت، استيعابك انت، ما اقدرش اديك وقت محدد، حس ان انت واقف على ارض صلبه في الحاجات دي وفهمت اغلب الكونسبتس اللي فيها وتوكل على الله. وتقدر تبقى شغال بره برضه، يعني تقدر تبدا في الحاجات دي من ناحيه وفلتر من ناحيه، او تبدا مثلا شويه في الحاجات دي وتخش على فلاتر وتكمل الاثنين مع بعض بره، اللي شغال برضه مفيش مشكله. طيب سؤال هنا بتاع احمد رفعت، اوقات كتير بحس الهندسه اني مشتت واني بحط في مخيلتي اني وصلت في بيولد جوايا احساس، فبيولد جوايا احساس اني وصلت وانا لسه ببدا، اوقات بعالج الحته دي واوقات كتير ما بقدرش اعالج الحته دي، فممكن لو في نصيحه للجزئيه دي. اوقات بيحس ان هو واصل بقى تنين مجنح واوقات لا، يعني ما بقول كده. بص انا كل ما بحس ان انا جامد، انا كعمر بجيب كتاب وبقرا، كل ما بحس ان انا جامد بجيب كتاب وبقرا، بعرف ان انا ولا حاجه لسه كتير، بس فتقدر تتغلب على نفسك، كل ما تحس ان انت جامد هات كتاب واقرا ويبقى طمني بس. وانت المستفيد، وانت المستفيد. استكمال لكلام عمر، هو ده ثقه وصلتك لغرور، بيحصل الكلام ده. العلم ثلاث اشبار، شبر غرور وشبر تواضع وشبر جهل، فانت كده في الشبر الاول، يعني اول ما تحس ان انت جامد وراجل برنت تدي لنفسك كلمتين كده تقال، واعرف ان انت لازم تقول له، الموضوع ده احساس يعني، فلازم تقول ان انت كده ما تعرفش حاجه فعليا، كده ما تعرفش حاجه، وده نذير مش كويس ليك، فلازم تطرد وده من الشيطان غالبا، الشيطان هو اللي ممكن يجيب لك حاجه زي كده عندك يعني. طيب هل المشاريع، تعال ناخد خالد عبد التواب، لازم تكون حاجه معينه ولازم تكون كامله وفرونت وباك؟ لا مين قال؟ انت شغال فلاتر، مشاريع تبقى عن فلاتر، شغال فرونت اند ويب تبقى مشاريع عن فرونت اند، شغال باك اند تبقى مشاريع عن باك اند، تخصصك لو انا فهمتك صح بس تحط اللينك بتاعها على جيت هاب وخلاص، تمام مفيش مشكله.
طيب السؤال ده مهم عشان في ناس كتير بتبقى في الزون دي. يا عمر باشمهندس، انا بدات برمجه، انت بدات تتابع عمر صباح الفل. انا بدات برمجه، بدات فلاتر في سنه التخرج، وتخرجت سنه 23 6 23، ربنا كرمني وخدت اعفاء من الجيش، ولحد دلوقتي مخلص ابلكيشنز الكورسات، وعملت سي في ضعيف بسبب نقص الخبره، ومش عارف الاقي فرصه شغل، وحاسس باحباط ان من شهر 6 لحد دلوقتي مش عارف الاقي شغل. والله بص، توكل على الله يا عبد الرحمن اولا واخيرا، ثم اشتغل على نفسك اكتر واعمل ابلكيشنز اكتر. هتقول لي مثلا عامل ثلاث اربع ابلكيشنات ورافعهم على جيت هاب، اعمل خمسه سته. طب انت عامل خمسه سته، اعمل سبعه ثمانيه. طب انت عامل 50 ابلكيشن ومش لاقي شغل، اعمل 55 ابلكيشن. ما انت ما عندكش حل تاني، مفيش اوبشن تاني غير ان انت تكمل تطور وتعلم. فما فيش اوبشن تاني تقدر تعمله، هتكمل تطور وتعلم، هتتوكل على الله، وحاول تبقى بقى حرك كده شويه على لينكد ان وبتاع ومش عارف ايه، عشان الدنيا اسعى كده عشان الدنيا تدور يعني. ما تقلقش، كمل زي ما انت، ربنا يظبط باذن الله. طيب محمد الجندي بيقول لك يا ريس، عمر باشا سؤال حياتي اكتر منه تكنيكال، السوفت وير انجينير، ازاي هو ينتقل من جزئيه الكود للمانجمنت امتى؟ هو ظهر والله كده ده كده يقدر يرجع كمحمد. والله والله محمد ده تفضيل شخصي برضو، في ناس تحب على منتصف الثلاثينات كده او حتى بدايه الثلاثينات تقوم مشفته سلك المانجيريال، وفي ناس هتفضل تكتب كود تلاقي معاها حاجه 40 سنه وبيكتبوا كود. ده تفضيل شخصي، انا ما بشوفش نفسي ان انا هسيب الكود، انا بستمتع بكتابه الكود، بحس ان هو ارت، فده تفضيل شخصي. انت ممكن في اي وقت تقدر تنط السلك المانجيريال. انا شايف ان انا بعد، انا دلوقتي فلاتر تيك ليد او موبايل تيك ليد، لا انا شايف ان انا بعدها هكمل تكنيكال، هفضل فلاتر تيك ليد عادي، وممكن ابقى ماسك منصب مانجيريال بجانب ان انا بكتب كود. بس انا شايف ان انا كعمر كتفضيل شخصي لا، مش هحس نفسي ان انا بعدت عن الكود، انا مش حابب ده. هل دي حاجه وحشه او حلوه؟ لا، هي تفضيل شخصي. ممكن مصطفى يبقى غيري، انا غير مصطفى، محمد غيري، حاجه عاديه جدا. الناس اللي كانت مانجيريال كويس، واحد زي باشمهندس حماد، راجل عنده 50 حاجه و50 سنه وبيكتب كود، ليه هو حابب ده؟ في ناس تانيه تبقى عندها 35 سنه ويقول لك لا انا خلاص، انا بقيت بروجكت مانجر، ولا بقيت سكرام، ولا بقيت اجايل كوتش، ولا بقيت بزنس، ولا برودكت، ولا وعندي باك جراوند تكنيكال وخلاص، اتس اوكي. فيعني اللي تشوفه مناسب ليك اعمله عادي. جميل جدا السؤال ده بقى. انا بقالي 3 سنين في فلاتر، منهم حوالي سنتين شغل، ولو انا وصلت اني بعرف اعمل اي يو اي بتاع، انا بعرف اطلع البروجكت كامل فلاتر عادي واسيرش وكده. فممكن حضرتك تقترح توبكس ادفانس تتعلمها يا جدع؟ يا عم عمر حرام عليك بالله، خش على اليوتيوب واكتب عمر احمد، هطلع لك اول واحد، لا تاني واحد، عشان في قبلي واد بيعمل فيديوهات عن الكلاب كده عنده مليون مشترك مضيع عليا الريتش، تلاقي تاني واحد والله اسمه عمر احمد، تلاقي تاني واحد انا عمر احمد، خش عندك تلاقي في بلاي ليست نزلت منها 17 فيديو، البلاي ليست ادفانسد وهتعجبك وهتكيفك وهتعلمك حاجات ادفانسد، وعملنا فيها سي اي سي دي، واتكلمنا فيها عن الفليفرز، وعملنا فيها فاست لين، وعملنا جيت هاب اكشنز، وهنعمل الفيديو الجاي تيست فلايت اي او اس، واشتغلنا فاير بيز اب ديستريبيوشن، وبنعمل الشغل الاحترافي بتاع الشركات بجد. خش هتتبسط. ده اعلان مدفوع لاجل اعلان يلا سبسكرايب ولايك وظبط الكلام يا حاج عمر. طيب في سؤال هنختم بيه ان شاء الله، بعد كده هنعلن عن الفايز. هل سي اس 50 كافي ان انا ادخل فلاتر؟ خالد سال اربع اسئله. انت خالد ده قريبك؟ لا والله، بس السؤال ده بيجيب ناس كتير فقشطه. يا عم عينينا ليك انت وخالد، عينينا ليك. اعتبرت سؤال تاني، انت مطيره ليه؟ هل كورس السؤال لك انا، هل سي اس 50 كافي ان انا ادخل بعديه فلاتر اللي هو كاساسيات وفلاتر؟ والله يا ابني انا انصحك نصيحه افهمها يا عم خالد، انا ما اعرفش انت سنك قد ايه، بس انا افترض ان انت اخويا الصغير. انصحك نصيحه يا عم خالد، واعمل بيها، ما تشغلش بالك ايه اللي هيبقى كافي، واقعد على الكيبورد اكتب كود. دي نصيحه، انا جاوبت على سؤالك يعني، انا بجد جاوبت على سؤالك. ابدا وتوكل على الله، وهتعرف اثناء الرحله ايه الخطوه الجايه. ابدا يا خالد وتوكل على الله، وما تشغلش بالك ايه اللي هيحصل بعد 5 خطوات، اشغل بالك بالخطوتين الجايين. وانت في الخطوتين الجايين هتلاقي ان انت عرفت ايه الثلاث اربع خطوات اللي بعدها، وانت في الثلاث اربع خطوات اللي بعدها هتعرف ايه الخطوتين اللي بعدها، لكن ما تبقاش لسه في الخطوه صفر وبتسال عن الخطوه رقم 7. اتمنى يا خالد يبقى وصلك كلامي. ابدا يا خالد، وما تسالش او تشتت نفسك، او تبقى تسمع كلمه من عمر، وكلمه من مصطفى، وكلمه من الجروب اللي انا هروح له ده، وكلمه من هنا، وكلمه من هنا، ما تشتتش نفسك، توكل على الله.
ونعم بالله سبحانه وتعالى. دينا الشربيني بيقول لك لماذا نحن هنا، فانا مش عارف بقى هي تقصد ايه ولا سؤالها ايه ولا ايه الدنيا بالظبط يعني. ده سؤال دينا الشربيني. طيب تقريبا دي حاجه مرتبطه بسبونج بوب. ان شاء الله شباب هنعلن دلوقتي عن الفايز معانا في المسابقه بتاعتنا، هيختار دبلومه مجانا، والفايز هو احمد رفعت. احمد رفعت، اللهم صل على محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد كما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. واخد 1354 رياكت، هم بيصلوا على النبي اكتر كومنت برضو. المره اللي فاتت اللي فاز كان برضو كاتب صلى على النبي. الف مبروك يا احمد، ان شاء الله يتواصلوا معاك، وبعون الله سبحانه وتعالى يعني تختار الدبلومه اللي انت عاوزها ان شاء الله. انا يعني حابب اشكرك عمر، وحابب اقول لك لو هتختم بكلمه بسيطه او نصيحه بسيطه للناس اللي بيتفرجوا دلوقتي. انا بس الاول بعتذر لاي حد ما جاوبتش على سؤاله، اعذروني، ويعني ان شاء الله نطلع لايفات تانية. انا موجود على قناه تليجرام، قناه التليجرام بتاعتي هتلاقوها في البوست المثبت عندي في البروفايل او على كل الفيديوهات بتاعتي في صندوق الديسكريبشن. قناه التليجرام او البيج بتاعتي عمر احمد بروجرامنج، اللي عايز مني اي حاجه انا اكتب في البيج فيسبوك و جروب تليجرام هقدر ان انا اكون معاكم. وانا مبسوط ان انا كنت مع مصطفى، وبنعتذر لو ما خدناش كل الاسئله. ونصيحه اخيره اختم بيها، متوسط عمر الانسان 60 سنه، ده كلام الرسول عليه الصلاه والسلام. فانا بجد نفسي ان انا خلصت منتصف عمري، الاعمار بيد الله، ومحدش عارف هيعيش لامتى. بس البوينت اللي انا عايز اقولها ان احنا مش عايشين كتير، الانسان حياته لحظه، والانسان حياته رمشه عين، وده كلام من سبقونا وكلام ربنا سبحانه وتعالى. فاللي انا عايز اقوله، انت مش هتعمر في الارض كتير، ما تحزنش على الكليه، ما تحزنش على الوظيفه، ما تحزنش على الخطوبه، على الجوازه، ما تحزنش على الشيء اللي كان نفسك فيه اللي ما جاش. الحياه اقصر وادفع مما تتخيل، استمتع بالرحله، ارضى بقضاء الله، اسعى وتوكل على الله. ده مش كلام تنميه بشريه عبيط، فكر في الكلام ده. يعني انا دايما بقول للناس ايه يا مصطفى، بقول للناس ايه فلسفتي في الحياه انا كعمر، ان الحياه قصيره، حاول تستمتع بيها. جمله عبيطه جدا، لو انا قلتها لك انا عارف ان الحياه قصيره وانا بستمتع بيها، لا انت مش بتستمتع بيها، وانت مش عارف ان هي قصيره، وانت بتقاطع جارك او زميلك 5-6 سنين. لو انت بتقاطع جارك او زميلك 5-6 سنين، انت ما تعرفش ان الحياه قصيره. لو انت بتشيل الهم وبتحمل هم الامتحان وبتحمل هم الحياه، انت مش بتستمتع بالحياه. انت عارف الجمله وعارف تفسرها بس ما بتعملش بيها. لا، ما زي حاجات كتير، زي حاجات انت ماسك فيها، انت شطان فيها. انا بقول لك قصيره واستمتع وانت شطان فيها، فما تقوليش ان انت بتعمل بالمقوله دي، لا انت ما بتعملش بيها. انا في حياتي لم اجد 5 اشخاص بيعملوا بالفلسفه بتاعتي دي، ان الحياه بجد قصيره وبجد استمتع بيها. انا بجد الناس اللي بتعمل دي قليله جدا، والناس اللي بتعمل دي هي اللي فهمت الحياه. فالحياه قصيره يا جدعان، وكمان الشباب الصغير اللي بيسمعونا، ما تشيلش الهم. العيال بتاع عنده 20 سنه وتحس ان هو يعني عنده 50 سنه، فلان عنده 20 سنه، انزل جيم وتبسط بحياتك وتبسط بنفسك. اصل الحياه كده كده مقرفه، هتعرف نفسك ليه؟ هي لوحدها مقرفه، هنقعد بقى نعيط قصادها ولا نعمل ايه؟ تعايش معاها. ربنا يصلح حالكم يا جدعان، وربنا يرزقكم الخير، و نشوفكم على خير ان شاء الله. ربنا يرزقنا ويرزقكم جميعا الخير يا شباب. الى هنا قد وصلنا لنهايه اللايف الجميل مع الحاج عمر باشا. الحاج عمر باشا كفايه كده احمد. كنت استمتعت جدا جدا كالعاده معاك يا عمر والله. ربنا يسعدك حبيبي يا مصطفى، الشرف ليا، ومع بعض على طول باذن الله بعون الواحد المنان سبحانه وتعالى. الف مبروك تاني يا احمد، ان شاء الله تابعونا في اللايفز القادمه ان شاء الله. كل جمعه الساعه 10 مساء عندنا لايف في سبورت برمجي، بنتكلم فيه في موضوع ان جنرال، مواقف اتعرض ليها الناس بشكل عام، الناس اللي هم في المجال غالبا هتتعرض لحاجات شبهها. وحاول حاول تستفيد، او لو عندك اسئله طبعا تقدر تحضرها عشان نسال الضيوف دول ويجاوبوك ان شاء الله باللي انت عاوز تسمعه، او اللي انت المفروض محتاج تسمعه، مش عاوز تسمعه لان عايز دي على مزاجك، لا اللي انت محتاج تسمعه ان شاء الله تاخد فيه اكشن، وحياتك ان شاء الله تبقى خطوه كويسه في حياتك. اشوفكم على خير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.